الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وحلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، حلقة 25 يونيو، حلقة السبت، أول أيام الأسبوع. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. دايما كده في بداية الحلقة بنحب نسلط الضوء مع حضراتكم على أهم الموضوعات وأهم القطاعات اللي شهدت طفرة كبيرة على مدار السنين اللي فاتت. من أهم هذه القطاعات الحقيقة اللي شهدت طفرة غير مسبوقة هو ملف الزراعة وقطاع الزراعة. هذا الملف يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري. هذا الملف أولى ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير جداً من 2014 والحد دلوقتي، ولسه الاهتمام والدعم مستمر. كمان قطاع الزراعة حظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لأنه بمنتهى البساطة بيساهم في حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي. ممكن إحنا دايماً بنطمع بزيادة في الخير طبعاً، أو بنطمع في إن إحنا نشوف إنجازات أكتر، المفروض إن هو يساهم أكتر من 15%، لأنه مصر فعلاً فيها خير، وإحنا مهنة الزراعة بالنسبة لنا مهنة قديمة قوي عبد الصمد. يعني مصر بلد زراعية بالتأكيد يا جمال، بس ال 15% دول ما جوش من فراغ، 15% ده مفتاح النجاح الحقيقي طبعاً. فيهم كانت الإرادة والعمل، لأن فعلاً زي ما جمانة قالت الدولة المصرية قدرت اللي هي تحقق نتائج استثنائية، وهنا بقول استثنائية لأن كلنا بنشوف العالم دلوقتي بيعاني من أزمة حقيقية، وهي أزمة الحبوب تحديداً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. والنتائج الاستثنائية دي هي نتائج في الحقيقة نتائج غير مسبوقة في الملف الخاص بالإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي أيضا في مصر. نفذنا تقريبا كده بالأرقام بنتكلم في 320 مشروع زراعي اتكلف أكتر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية، ده غير الطفرة الكبيرة اللي اتحققت بالفعل بخصوص المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة اللي استهدفت تقريبا 3 مليون فدان في شمال وفي وسط وجنوب الوادي. بنتكلم على توشكا، أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد والوادي الجديد وجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة. ويمكن مشروع الدلتا الجديدة اللي بتعد الركيزة الأساسية في مشروع مستقبل مصر اللي احنا شفنا من شهر تقريبا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه، وتفقد يعني جني المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في هذا المشروع. طبعا يا احمد، كمان الفكرة الحقيقة يعني انت عديت مشروعات كتير جدا، صحيح، وان شاء الله يبقى في مشروعات اكبر واكبر واكبر وما نوقفش هنا. لكن المهم فعلا واللازم نتوقف عنده ونحط تحته 1000 خط هو الفكر، الخطه اللي موضوعه والاستراتيجيه اللي بتسير عليها الدوله. في اهتمام الحقيقه كبير جدا باهتمام من الدوله في دعم مناخ الاستثمار الزراعي، دي نقطه مهمه جدا وكان الحقيقه عندنا مشكله فيها. هذا المجال تحديدا اتنقل نقله مختلفه خالص، ده كان واضح جدا لما بقينا نشوف استصلاح للأراضي، معالجة للمياه، مشروعات الإنتاج الحيواني والدجني والسمكي، ده مع عدد كبير جدا من الجهات والدول زي المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وغيرها من الدول الشقيقة. وكمان في فكرة تانية ونقطة تانية مهمة يا أحمد، هي إنك تهتم بالقيمة المضافة. إحنا ويمكن كنا بننتج فعلا، بس إحنا ما كناش بنهتم قوي بفكرة إن إحنا نصنع، فدي بقت نقطة مهمة جدا. صحيح، هي فكرة التكامل في كل المشروعات طبعا اللي بتتعمل. ولفت نظري هنا برضو انت اتكلمت يا جمانة على فكرة الدول الشقيقة اللي بتستثمر دلوقتي في المشروعات الزراعية عندك، لأن في دلوقتي توجه عام للدولة المصرية والمنطقة العربية ككل هي فكرة تحقيق التكامل العربي في ملف تحديدا الصناعة والزراعة لمواجهة الأزمات العالمية اللي موجودة. فعلا مؤخرا شفنا ثمار نجاح المشروع القومي كمان
الصوامع اللي قدرنا ان احنا من خلال هذا المشروع ان احنا نحقق زياده. الزياده دي في السلع التخزينيه اللي بسبب المشروع ده ارتفعت نسبه التخزين او السعه التخزينيه من 1,400,000 طن في 2014 وصلنا ل 5,500,000 طن دلوقتي. ويمكن برضو هنا عاوز انوه لحاجه ان فكره التكلفه الاجماليه لهذا المشروع الضخم العملاق تساوي صفر. ليه بتساوي صفر؟ لأن هي تم إقامتها من الفائض اللي قدرنا اللي احنا نحققه بعد ما تحولنا من الصوامع بدلا من الشوان أو التخزين التقليدي اللي كان بيتم. كمان عندنا مشروعات عملاقة في الثروة السمكية زي بركة غليون، زي الفيروز وقناة السويس، والمشروع القومي لتنمية بحيرة المنزلة والبرولوس وإيدكو والبرادويل كمان، وإنجازات لا تعد ولا تحصى في هذا المجال الضخم. لكن هنا أنا عاوز أقول حاجة بقى تحديداً يا جمانة، يمكن كلنا فاكرين وإحنا صغيرين لما كنا بنروح المدارس على أغنية وكان في هذا البرنامج في صباح الخير يا مصر عاوزينها تبقى خضراء. طبعاً كان حلم عندنا عاوزينها تبقى خضراء، لكن للأسف كان مجرد قوة ناعمة بيتم استخدامها، أغاني وحشد وتوشكة، وفي النهاية على الأرض كانت لسه الأرض صحراء. صحيح. النهاردة قدرنا نقهر هذا الحاجز ونعدي بالعمل والإرادة الحقيقية والعمل الحقيقي، قدرنا نحول توشكا وترجع تاني من جديد ونضيف أراضي تانية موجودة. فكلمة النجاح والسر الحقيقي هو الإرادة. ده حقيقي، واحنا دايما بنقول لما بنتكلم على الفكر هي الفكره لا تموت. لما يكون عندك مبدا ويكون عندك خطه انت ماشي عليها، غير لما نقعد نعد في مشروعات. في نقطه كمان مهمه جدا الدوله اشتغلت عليها يا احمد وكان عندنا فعلا مشكله حقيقيه فيها، وهي الفلاح. صحيح، تنميه مهارات حتى الفلاح المصري، دعم الفلاح المصري، تقديم تحفيزات للفلاح المصري. شفنا دلوقتي كروت الفلاح بالظبط، حاجات كتير جدا لو عدناها، ويمكن ابلكيشنز، ويمكن بيروحوا كمان بيدربوهم وبيتكلموا معاهم اكتر عن طرق الري الحديثه، وبيتكلموا معاهم اكتر عن نوعيه الزراعه دلوقتي، وفي اسمده مدعمه كتير قوي. ودي كانت نقطه مهمه، لانه مهما عديت مشاريع ومهما عملت مشاريع، لكن من غير ما تهيئ الإنسان. الفلاح المصري، ومن غير ما تقدم له مساعده، ومن غير ما تحفزه، احنا كده ما بنعملش حاجه. فالحقيقه ان الدوله بتسير على خطى مدروسه وثابته، ويمكن لو ما كناش مشينا على هذه الخطى وما كانش عندنا الخطه الاستباقيه دي، احنا شفنا الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا خدنا خطوات من قبل ما ده يحصل، قدرنا ان احنا يعني ندرك فكره وقيمه ان احنا لازم احنا اللي نملك مواردنا، ما يبقاش في حد متحكم فينا، وهو ده اللي وصلنا لحد هنا النهاردة. على أي حال احنا كنا حريصين ان احنا نشارك مع حضراتكم ما تم من إنجازات في هذا القطاع نظراً لأهميته، وقلنا نبدأ مع حضراتكم كده بحاجة إيجابية، ودايماً نشوف الخير، ودايماً بنطمح للمزيد. احنا بنقولش ان احنا وقفنا هنا، ولا بنقول ان احنا كده كفاية، بالعكس، بس لازم نسلط الضوء على ما تم. دايما السيد الرئيس هنا بيقول لي اللي اتعمل ده كله هي خطوه من 1000 خطوه، لسه في 999 خطوه مصر شغاله عليه. ويمكن اللي بياكد الكلام ده دلوقتي فكره الزيارات كمان يا جمانه الخاصه بالدول الشقيقه العربيه. شفنا زياره لملك السعوديه او الامير محمد بن ولي العهد محمد بن سلمان، وشفنا امير قطر موجود حاليا في زياره رسميه، وقبلها البحرين والاردن وغيرها. كل ده بياكد التكامل. انت دلوقتي بداتي تتوسعي وبداتي تعملي التكامل عشان يحصل الحلم العربي اللي كنا بننادي بيه زمان قبل كده. ما قلنا قوتنا دايما في ان احنا نكون ايد واحده. على اي حال بنصبح على حضراتكم، وخلينا نبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة عليكم. طيب نروح دلوقتي لليندا ونصبح عليها عشان نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. ليندا صباح الخير عليكي. صباح الخير جوانا. صباح الخير احمد. صباح الخير. الجو شكله حر يا ليندا من الصبح، بس افضل من امبارح يا جوانا. امبارح كان في ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، القاهره امبارح سجلت 37، النهارده بتسجل 35، فالطف شويه، ولكن زي ما انت قلتي حر. يعني حسيت ان انا نازله بدري شويه، في حر باين من بدري قوي، بس الجانب الكويس ان هو افضل من امبارح. امبارح كان شديد الحراره الصبح. يعني انا بحب عمليه البشره الخير اللي انت دايما بتقوليها لنا. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل 19.74، أما الشراء فسجل 19.65.
الجنيه الاسترليني، البيع سجل 23 جنيه وقرش والشراء سجل 22.91. الفرنك السويسري، البيع سجل 19.48 والشراء سجل 19.39. اليوان الصيني، البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي، البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي، البيع سجل 61.34 أما الشراء فسجل 60.93. وأخيراً الدرهم الإماراتي، البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه وتسع قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 861 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1004 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1147 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8032 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 28. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونبدأ أولى فقراتنا بفقرة الأخبار. يمكن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أيضا شارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. هذا وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، رئيس الدورة الحالية لتجمع البريكس، أصحاب الفخامة زعماء الدول التجمع والدول الصديقة، اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، وأن أعرب لكم فخامة الرئيس شي جين بينغ ولبلدكم الصديق عن خالص الشكر على دعوتكم الكريمة لمصر للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار صيغة البريكس بلس، وأنه ليشرفني أن أشارك في قمة تجمع البريكس للمرة الثانية بعد مشاركتي في القمة التاسعة للتجمع في دولة الصين الصديقة عام 2017. كما يسعدني أن تكون مشاركتي في القمتين بناء على دعوة أخي الرئيس شي جين بينغ، ويطيب لي أيضا أن أعرب عن تقديري لتجمع البريكس، هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها
دولة الصين الصديقة بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي. أود أيضا أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضو بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم من خلال الأدوات المالية التي يقدمها في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من دول النامية غير الأعضاء في التجمع. ويعد انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت دليلاً على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات. ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. كما عملت مصر أيضا على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتي حياة كريمة و100 مليون صحة. وفي ذات الوقت تسعى مصر بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أصحاب الفخامة، تثمن مصر حرص تجمع البريكس على تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي ودعم تمويل التنمية. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وهي الدول التي لا زالت تعاني من نقص في تمويل التنمية، بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030. كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فاعلية وإيجابية في جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك. وأود هنا أيضا التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المختلفة والتي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ، فإن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتكثيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وهي مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولي من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين. أما فيما يتعلق بتغير المناخ فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا نشعر به في كافة دولنا، يعرقل خططنا التنموية ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم، بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي. إن مصر
بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ كوب 27 ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس. وفي هذا الصدد فإنني أتطلع لاستقبالكم جميعاً في قمة القادة في نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدماً بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه وعلى الأهمية التي نليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات. أصحاب الفخامة، أود في الختام أن أؤكد لكم أننا نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتجمع البريكس والاستفادة من خبراتي في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق أمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا. وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة لمشاركتي في هذا الاجتماع الهام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار القاهرة امبارح الأمير تميم بن حمد أمير قطر في زيارة هتستغرق يومين، وده لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتتضمن كمان عقد مباحثات ثنائية ما بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ده فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، هذا في إطار افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. سيادة الرئيس قال في نص تهنئته: أهنئ جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة. هذا اليوم الذي يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة، فالعمل بجد واجتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية ومجدتها الطبائع الإنسانية، أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدة بلادهم. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة ونشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لأخبار القوات المسلحة، امبارح القيادة العامة للقوات المسلحة نعت الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن الفقيد كان له دور بطولي في حرب أكتوبر المجيد، وتقدمت القوات المسلحة لأسرته ولأهله ولأهالي سيناء بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بالإضافة كمان هذه الأخبار، كان في أخبار وأحداث تانية هامة جدا حصلت امبارح، خلينا نروح مع حضراتكم نتعرف على أبرز وأهم ما حدث أمس. منها الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوغراف ونفي الحكومة توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى حياة كريمة بأسوان، وأخبار تانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. We'll be right back.
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوغرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس في الفترة من 18 ولحد 24 يونيو، وتضمنت الإنفوغرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة أن الخبر اللي انتشر بخصوص توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة أسوان هو خبر غير صحيح، وشددت على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة بدون أي توقف، وأن في متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وده في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ومن ناحية تانية وجه أيضاً الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التهنئة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل خاص بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وقال إن الجهاز درب أكثر من 76 ألف مستفيد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية والمخصصة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة واللي ممكن التقديم عليها إلكترونياً وبالمجان لكل جهات الدولة. كمان محافظات مصر شهدت أحداث وأخبار مهمة حصلت امبارح، زي إعلان وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروعات ب 25 مليار جنيه بالمحافظات خلال العام الحالي لدعم البنية الأساسية، كمان افتتاح محطة صرف طلمبات 7 وده لخدمة 86 ألف فدان في كفر الشيخ، والكشف وتوفير العلاج ل 1273 مواطن في خافلة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة في بني سويف، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة هنتعرف عليها في سياق التقرير التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، أبرزها إعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن تم خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات وصلت ل 25 مليار جنيه من خلال الاعتمادات اللي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو اللي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات. كمان تم افتتاح محطة صرف طلمبات 7 لخدمة 86 ألف فدان في محافظة كفر الشيخ، واللي بتضم 6 وحدات رفع 408 متر بتكلفة 235 مليون جنيه. وكيل وزارة الصحة دكتور محمد يوسف أعلن قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية بقرية الشنطور مركز سمسطة مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1273 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية عمل جولة تفقدية علشان يتابع أعمال رصف كوبري عرابي في حي غرب شبرا الخيمة وأعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان في مدينة أليوب، وده لمتابعة ما استجد من أعمال ومتابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية ودفع الأعمال فيها بهدف الانتهاء من تلك المشروعات الحيوية في قطاع الطرق وتسليمها لخدمة المواطنين وللعمل على تيسير الحركة المرورية. مديرية الصحة بالشرقية اختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي، واللي سبق وانطلقت من يوم الحد 12 يونيو واستمرت لمدة 10 أيام على مرحلتين، وقامت بتقديم الخدمة لأكثر من 114 ألف سيدة في نطاق المحافظة. في الوادي الجديد كمان أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الأبار بمختلف المراكز وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمي بمياه الأبار. أما بقى بالنسبة للأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة وزارة التخطيط ومشروع رواد 2030 هيطلقوا الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة، وطلبة الثانوية العامة مكفوفين هيمتحنوا النهاردة امتحان اللغة العربية ورقة أولى، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة. هيستهل الملتقى فعالياته بافتتاح معرض الشركات الناشئة، وهتيجي الجلسة الافتتاحية للملتقى بعنوان آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، والجلسة الثانية بعنوان دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال. النهاردة طلاب الثانوية العامة للمكفوفين هيمتحنوا مادة اللغة العربية وورقة أولى، وهيمتحن طلبة الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي امتحاناتهم في مادة الكيمياء. والجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية السنة دي 650 لجنة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلبة اللي هتمتحن السنة دي 139,000 طالب وطالبة في مختلف الأقسام، ووصل عدد طلاب القسم الأدبي ل 91,392 وطلاب القسم العلمي 46,648 و 143 طالب من طلاب شعبة العلوم الإسلامية و 539 طالب في معاهد البعوث الإسلامية. النهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي والحد آخر الأسبوع الجاي 110 رحلة طيران دولية أوروبية هتوصل المطار خلال أسبوع، وهيتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية في أسرع وقت ممكن لقضاء أجازتهم في مرسى علم. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع ونكمل باقي الكلام في صباح الخير يا مصر. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون معتدل بالليل على كل الأنحاء. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية كمان وجود نشاط لرياح على بعض المناطق خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور في انخفاض عن امبارح بحوالي 3 درجات او درجتين في القاهره، عايزين حضرتك تطمنينا عن حال الطقس اليوم وكمان الايام اللي جايه. بالفعل هو اليوم درجات الحراره تنخفض عن الامس بحوالي من 2 لـ3 درجات، هتعود مره اخرى للمعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. يعني هتتحول الاجواء من اجواء شديده الحراره لاجواء حاره فتره النهار. اغلب الكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط بيكون فيها كميه كبيره من بخار الميه، يعني بترتفع نسب الرطوبه في الجو، فبالتالي احساسنا بالطقس مع زياده فترات شروق اشعه الشمس خلال فتره النهار طقس حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا سواحلنا الشماليه، طقس شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، طقس خلال فترات الليل معتدل تماما على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه كمان ان بيبقى في نشاط لرياح فتره المساء وخلال ساعات الليل. نشاط الرياح ده سرعته ما بين 35 لـ45 كيلومتر على الساعة، بيحسسنا أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبيحسسنا بعدم وجود نسب رطوبة في الجو، فنشاط الرياح بيساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة فترات المساء وفترات الليل. متوقع استمرار نفس هذه الأجواء غدا الأحد بإذن الله، ومع نهاية الأسبوع هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة، يكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 و34 درجة مئوية. مهم جدا خلال الأيام اللي جاية، خاصة أن احنا خلاص داخلين على امتحانات الثانوية العامة غدا بإذن الله، نتجنب أشعة الشمس فترة الظهيرة، ده معاد خروج الطلاب من المدائن من الامتحانات. فمهم جدا فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر نتجنب أشعة الشمس المباشرة. لو أنا خارج يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسية، كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا تبقى إزازة المية في إيديا طول اليوم، هيساعدني على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، بقدر الإمكان أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، فتح الشبابيك أو استخدام المراوح، وطبعا بقدر الإمكان نرتدي الملابس القطنية البيضاء الفيتفوت.
شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الاصطاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 35 والصغرى بتسجل 23، الاسكندريه العظمى 30 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى بتسجل 22، سيوه العظمى 37 والصغرى بتسجل 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، دمياط كمان 31 والصغرى كمان 24، الاسماعيليه العظمى 36 والصغرى بتسجل 23، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 30 والصغرى 22، طابق العظمى 34 والصغرى بتسجل 21، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 15، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى بتسجل 27، الغردقه كمان بتسجل 39 والصغرى 28، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 26، بني سويف العظمى كمان 37 والصغرى 23، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 38 والصغرى 25، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 26، الأقصر العظمى 42 والصغرى بتسجل 27، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 43 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 26، شلاتين العظمى 38 والصغرى 25، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 36 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها الأطفال بيقولوا إيه لما شافوا وزاروا المتحف الجوي. وزي كل أسبوع هاخدكم ونخرج ونتفسح وننبسط وكمان نطلع بمعلومة جديدة. وخروجة النهاردة هتكون في متحف القوات الجوية المصرية، وده مش متحف عادي، ده كأنه بانوراما بتعرض تاريخ قواتنا الجوية اللي لازم كل واحد فينا يفتخر بيها بجد. هتلاقي الطيارات وتطور الزي العسكري للطيارين وأوسمة ونياشين وكمان جرايد كانت مسجلة كل انتصاراتنا والغرفة المركزية ومسرح وغيره وغيره وغيره. مش بقولكم هتنبسطوا؟ يلا بينا. اسمي كرم وعندي 10 سنين. كابتن طيار اياد عادل بابا. ايه؟ عادل بابا. عادل بابا، اسمك اياد عادل بابا؟ ده ايه الاسم الحلو ده؟ انا اسمي كندا وعندي 8 سنين. اسمي يوسف عندي 12 سنة. انا جوناثان مرقص وعندي 6 سنين. وزهقان ليه كده؟ معاك. عايز ايه؟ انا عايز زهقان. انت عايز زهقان؟ يعني انت عايز زهقان؟ انت بتحب تبقى زهقان؟ ايه ده؟ بتحب تبقى زهقان فعلا؟ حاضر، انا هزهقك النهارده. ايه اللي عجبك في المتحف النهارده؟ غرفة الأعمال والطيارات والعرايس اللي فوق والطيارات اللي معموله من الكرتون والفوم. شفت ايه عجبك قوي؟ طياره عجبتني. ركبت الطياره. ركبت الطياره؟ حلوه. وبعدين نطيت جوه الطياره؟ امال عملت ايه؟ الطياره بتطيرش. واتبسطتي لما دخلتي الغرفه نفسها بتاعت الطياره صح؟ كأنك طايرة فعلا. طيب الفيلم اللي اتفرجتي عليه جوه الطيارة ده كان بيتكلم على ايه تفتكري؟ كان بيتكلم على
على الأماكن اللي موجودة لما بتطيري بتشوفي إيه، وممكن تشوفي اسكندرية وبحر الأبيض وبحر الأحمر من تحت. انبسطتي لما شفتي الفيلم ده؟ اتفرجك على كل المعالم السياحية اللي في مصر والآثار؟ اه. عجبتك؟ اه. شفتي الهرم من فوق كان شكله حلو ازاي؟ اه. والزي العسكري عجبك الزي العسكري صح؟ اه. انت اللي كنت واقف تشرح لي على فكرة، ايه أكتر حاجة لفتت نظرك فيه؟ ان هو في تطور يعني. اه كان ليه مراحل كتيرة ومتطور طول الوقت. شفت النهاشين وشفت الرتب بتاعة الضباط والطيارين؟ عجبتك؟ اه. نفسك تبقى زيهم كده؟ اه ان شاء الله. كنت تعرفي ان المتحف فيه كده؟ لا. انت كنت متصوره ايه واتفاجئتي لما جيتي؟ كنت فاكره ان هو بس طيارات هنتفرج عليها وبس، لكن فعلا كان في حاجات احسن من كده بكتير. اتبسطتي بايه؟ بالطيارات والجرايد. الجرايد شفتي ايه في الجرايد؟ شفت حرب 6 اكتوبر وشفت الثوره الصناعيه. شفت ايه تاني عجبك هنا؟ الطيارات عجبتني. يعني انت شفت الطيارات وبعدين شفت الطيارات؟ تقصد شفت طيارات كتير؟ ايوه شفت من بره وجوه. اه انت تقصد الغرفه اللي هي كانك جوه طياره. ايوه. وشفت ايه بقى في الاوضه اللي جوه دي؟ هنا؟ اه شفت طيارات برضو؟ طب الصوت اللي انت سمعته كان بيحكي لك ايه؟ بيحكي لي على طيران. ايوه يعني كان بيحكي لك ايه؟ كان بيقول لك لما بتركب طياره وبتشوف مصر من فوق تشوف الاهرامات صح كده؟ ايوه. وابو الهول. ايوه. والبرج. كل حاجه. انت كل حاجه تقولي عليها ايوه ايوه وانا اللي بتكلم بس. بعدين ايه اللي انت ماسكها في ايدك دي؟ الطياره. انت اللي عملتها؟ لا انت. انا ما عملتش حاجه، انا جيت لقيتها معموله لوحدها. دول زمايلي في الشغل. انا عارف. انت عارف ما عملوش حاجه هم. لا ايه ده؟ دي ناس بقى اولاد زيك كده بيجوا بيعملوا شكل طيارات وبيرسموا طيارات وبيعملوا ماكيتات صغيره. انت ما بتقولش غير كلمه طياره من ساعه ما قعدت معايا دلوقتي. طياره وطيارات وبعدين طياره وطيارات. ودخلت جوه الطياره وسقتها؟ اه. مشيت؟ اه. مشيت؟ اه. يا سلام. انت بتضحك عليا. لا ما بتمشيش. لا اتنش. بتمشي؟ ما هو بتطيرش. لا اوكي. الله ده فين ده؟ انا عايزه اركب الطياره دي. شكله مسدس عملت. جبت المشبك اللي تحت ده والخشب ده. اه واستك. اه وبعدين لزق. وبعدين لزق وبعدين خلاص كده. ايه الحكايه اللي حصلت فوق في المسرح؟ اللي هو امي وابنها كانوا هيروحوا المتحف الجوي برضو، بس هو مرضاش، فطلع له صقر كده وبدا بقى يوريه الطيارات انشات ازاي، وبرضه حكى له عن حرب اكتوبر وكده. عجبتك القصه دي؟ عجبتك؟ اه. كلميني ايه معلوماتك عن الجيش المصري؟ ان هو ما بيحتلش بلده بلاد تانية، هو بس بيحمي بلده وبيحمي الشعب بس. طب تسمع عن الجيش؟ ايوه. يعني ايه جيش؟ جيش يعني بيحمي مصر. شطور حلو صح. يعني لو في ناس وحشين عاوزين يجوا مصر الجيش بقى بيتصرف، بيقف لهم بقى ويطلعهم بره البلد. في خط من فوق للسماء. خط من فوق من تحت للسماء؟ ايوه. ده مين اللي قالك المعلومه دي؟ انت. انا والله العظيم ما قلتش حاجه. انت تقصد ايه الحرب بتاعه اكتوبر؟ خط بارليف؟ بجد انت عارف المعلومه دي فعلا؟ انا حاسه ان انت بتضحك عليا وبتسكتني. بجد؟ بجد هو خط بارليف اللي انت تقصده هو ده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ وجه الناس وحشين وضربوهم بالنار. الناس الوحشين جم. أيوة. فالجيش ضربوا بالنار. شت شت شت.
عشان يطلع بره، ما تجيش عندنا هنا تاني، دي بلدنا لوحدنا، صح كده؟ برافو عليك، انت شطور قوي يا جوناثان. عاوز ايه؟ ايه؟ انا عارف الجيش ان هما بيدافع عن بلدنا. بيدافع عن بلدنا ضد مين؟ ضد الاعداء والناس الوحشه. وكسب؟ ايوه كسب واحنا انتصرنا. تعرف ايه عن حرب اكتوبر؟ يعني مصر وقتها كانت بتحارب مين وكسبت امتى؟ كانت بتحارب اسرائيل، والقائد بتاع جيش مصر محمد انور السادات وقطعوا خط بارليف وهجم على الجيش الاسرائيلي وهزموه. جيش قوي وقد اي مهمه يعني يتنصب بيها. كلامك اكبر من سنك بكتير يا يوسف. طيب هتيجي معانا تاني؟ بتزعق ليه كده؟ ليه حبيتي ان انت تنزلي معانا النهارده او تخرجي معانا النهارده؟ عشان كل مره حضراتكم بتخرجوا في مكان، فانا حبيت ان انا اتفسح معاكم هنا. انبسطت ان انا جيت معاكم النهارده. ما تحب القوات الجويه، تحبي تيجي معانا تاني؟ تحب تخرج معانا تاني يا يوسف؟ احب اخرج معاكم تاني واتفسح معاكم تاني، عشان يعني انت بشوف حاجات مختلفه وجديده، بتفسح واتبسط واخد معلومه جديده كده يعني. انت مبسوطه ان انت جيتي معانا النهارده؟ تحبي تيجي معانا تاني؟ ليه تحبي تيجي معانا تاني؟ عجبني الطيارات والحاجات اللي بتعملها. بس المره الجايه احنا مش هنروح طيارات، هنروح اماكن تانيه كتير. تيجي معانا؟ ماشي. طب قول لي، انت مبسوط ان انت معانا؟ مبسوط. انا مبسوط. هتخرج معانا تاني؟ كل يوم. هو ايه اللي كل يوم؟ ما تقول لهم باي، قول لهم انت فيدي ولا هنا باي باي. نروح لموضوع في غاية الأهمية، وهو مؤسسة حياة كريمة اللي أصدرت تقرير. التقرير ده رصدت من خلاله إنجازات القطاع الطبي في المؤسسة، يعني في إطلاق 77 قافلة طبية. ال 77 قافلة طبية دي في مختلف محافظات الجمهورية، وبتنظم العديد من القوافل الطبية. لو هنتكلم على ال 77 قافلة طبية بلغة الأرقام تحديدا، هنتكلم على 53203، ده إجمالي عدد المواطنين في 14 محافظة من المواطنين اللي تم استهدافهم بهذه القوافل الطبية في محافظات الجمهورية المختلفة. تفاصيل وأرقام ومعلومات أكتر تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. نجح القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق 77 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية، شملت جميع الخدمات الطبية والعلاجية وكذلك الخدمات التوعوية للمواطنين. وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 53203 مواطن في 14 محافظة من محافظات الجمهورية. كما قام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات لتلقي العلاج اللازم في محافظات الجيزة، الشرقية، المنوفية، الغربية والوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو من عام 2022. وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة والمجلس الأعلى للجامعات في شهر يناير الماضي، استطاع القطاع الطبي تحويل واستقبال الحالات المرضية بمختلف المحافظات، وتم إصدار خطابات لعدد 174 حالة تشمل 23 تخصصاً مختلفاً، وجاءت محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية كأعلى ثلاث محافظات في استقبال الحالات المرضية في مختلف التخصصات. ووصل عدد الحالات العاجلة والاستغاثات التي تطلبت تدخل القطاع الطبي بشكل عاجل من حيث سرعة العرض على اللجنة الفنية وإصدار الخطابات بشكل فوري عدد 109 حالات. وبلغ عدد المستشفيات المستقبلة للحالات 20 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، وتم إجراء 8 عمليات بالمستشفيات الجامعية في 9 محافظات في مختلف التخصصات، تنوعت ما بين تركيب شريحة وتوسيع شرايين الشريان الحرقفي وتعديل في اختلاج شرايين القلب واستئصال ورم بالبلعوم وغيرها. مؤسسة حياة كريمة أسست القطاع الطبي بهدف تقديم الخدمات الطبية الجيدة لمختلف محافظات الجمهورية عن طريق توحيد وتقوية جهود الدولة المقدمة للمجتمع كافة.
وأن يصبح القطاع نموذجاً يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية الشاملة، والتي أساسها معايير الجودة وتكوين فريق من الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي يتميزون بالكفاءة والمهارة والدافعية، ولديهم الإيمان الكامل بالمسؤولية نحو صحة المجتمع. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تشمل الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ COP27 ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، أشار الرئيس السيسي إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا يعرقل الخطط التنموية ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم، بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها. كما أكد الرئيس السيسي أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازن مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية التي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ. أطلقت وزيرة الثقافة إناس عبد الدين فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية. وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة حريصة على إقامة هذه المهرجانات في المحافظات لإبراز المواهب الغنائية الحقيقية، كما تستهدف تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك للترويج والتعريف بالمواقع الثقافية والأثرية بمختلف ربوع مصر. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رفضه مطلب روسيا المتعلق بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية، معتبرا إياه غير منطقي. وأكد بلينكن أن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانيها ستكون في مأمن، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لها الحق في تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر الموانئ الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى، ومشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يثقوا في أن القيام بأي شأن من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانب روسيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاجتماع الأول لمشروعه منتدى المجتمع السياسي الأوروبي سيعقد في جمهورية التشيك قبل نهاية العام. وأضاف الرئيس الفرنسي أن المناقشات أظهرت إجماعا واسعا حول المنتدى الذي سيستند إلى الجغرافيا والقيم، ويهدف هذا المشروع الذي اقترحه ماكرون إلى توفير منصة للحوار السياسي والتعاون للدول الأوروبية، ومن المقرر أن يضم دولا طامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور هونغ كونغ للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونغ كونغ في فترتها السادسة، وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا. 携手合作共赢挑战的愿望 قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو. وقالت الشرطة النرويجية إن الحادث وقع في ملهى ليلي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مكان قريب من الحادث. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. Thank you.
اهلا بحضراتكم مره تانية في صباح الخير يا بصرة. في الحقيقه قطاع النقل من اهم القطاعات اللي بيتم الاستثمار فيها في مصر، وهو قطاع في اهتمام بالغ به من القياده السياسيه في مصر، ده في ضوء الاجنده الوطنيه للتنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 اللي بتسعى ليها الدوله لمد شبكه عملاقه من الطرق كجزء من التنميه الشامله. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا القطاع الواعد في الحقيقة في مصر من الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لسيادتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور، يعني احنا شايفين يمكن طفرة بتحصل في الطرق في مصر تحديدا، ويمكن قدرنا ان احنا نغير ترتيبنا على المستوى الدولي من خلال تقرير مؤشرات التنافسية الدولية اللي حققنا فيه المركز رقم 118 في 2014 ووصلنا للمركز 28 في عام 2019. دلالات الأرقام دي، هو بداية خلينا نقول من الأول كده أن قطاع النقل فعلا من أكتر القطاعات اللي شهدت نمو في خلال الثمان سنوات اللي فاتوا. صحيح. والمقياس اللي سيادتك تفضلت وذكرت مقياس جودة الطرق على مستوى العالم، قفزنا حوالي 90 مركز من 118 إلى 28 في خلال حوالي 6 سنوات فقط أو 5 سنوات كمان. طبعا ده بفضل ايه؟ بفضل المشروع القومي للطرق اللي بدا تنفيذه فعلا من 2014، والنهارده داخلين في السنه الثامنه. تم تنفيذ اكثر من 7000 كيلو متر من الطرق الجديده. اصبحت الشبكه القوميه للطرق النهارده اكثر من 30000 كيلو، بالاضافه الى صيانه ورفع كفاءه اكثر من 10000 كيلو. ده بالنسبه للطرق، وطبعا الطرق دي بتشمل ايه؟ كباري، انفاق، أعمال صناعية أخرى عند التقاطعات مع المجاري المائية، وبتشمل طبعا تجهيزات وتشمل وسائل حماية وتشمل تجهيزات مرور، تشمل كل شيء. صحيح. ده بالنسبة للطرق. احنا بنتكلم على قطاع النقل بقى بيشمل حاجات تانية، على سبيل المثال السكة الحديد مثلا. اللي حصل في السكة الحديد من تطوير في السكة الحديد القديمة، تحديث أنظمة الإشارات، تحديث الأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى في الوقت الحالي بيتم ازدواج أكتر من 9 خطوط من السكك الحديدية القديمة اللي شغالة بالديزل، عربات جديدة جاية من الخارج، عربات جديدة بيعاد تأهيلها، بالإضافة إلى السكة الحديد الجديدة الصديقة للبيئة اللي بتشتغل بالكهرباء اللي بتتمثل في الآتي. أول شيء القطار الكهربائي الخفيف اللي هو بنسميه LRT، وده بالفعل جاهز للافتتاح في خلال أيام معدودة إن شاء الله، بداية من محطة عدل منصور في مدينة السلام الى العبور والشروق وبدر وهليوبلس لغايه ما يوصل للعاشر، ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. والخط ده بالفعل تم تنفيذه وان شاء الله جاهز على الافتتاح. الحاجه الثانيه القطار الكهرباء السريع اللي احنا كلنا عارفين ان هو 3 خطوط. الخط الاول اللي بيبدا من العين السخنه في الساحل الشرقي. المونوريل ولا دي حاجه ثانيه؟ لا لسه المونوريل. ده القطار الكهرباء السريع اللي سرعته تصل ان شاء الله الى 250 كيلومتر في الساعه، بيبدأ من ساحل البحر الأحمر في ميناء العين السخنة، وطبعا بيمر بالعاصمة الإدارية وأكتوبر ووادي النطرون العلمين. أنا بختصر طبعا المحطات مش بقولها كلها. يصل إلى العلمين الجديدة ويدخل اسكندرية، وبعدين كمان يكمل لغاية مرسى مطروح بطول 660 كيلومتر. ده الخط الأول. هناك خط تاني يبدأ من أكتوبر يتجه إلى أسوان وأبو سمبل، ويمر بجميع محافظات الصعيد، فيوم، بني سويف، المنيا، لغايه اسوان وابو سمبل، طول 1100 كيلو بنفس السرعه 250 كيلومتر في الساعه. والخط الثالث اللي هو بين انا وبين البحر الاحمر متمثل في الغردقه وسفاجه، بطول حوالي 250 كيلومتر. الثلاث خطوط دول بالفعل العمل جاري فيهم، الخط الاول سبق شويه والخط الثاني بعديه وبعديه الخط الثالث. طبعا هذه الخطوط زي ما قلنا خط سريع، بالاضافه الى خط اخر اقليمي نوع اخر من القطارات على نفس السكه بسرعه اقل نسبيا 160 كيلومتر في الساعه، وقطار بضائع بسرعه 120 كيلومتر في الساعه. يبقى كده اتكلمنا على السكه الحديد القديمه، اتكلمنا على ال LRT القطر الكهرباء الخفيف، واتكلمنا على الهاي سبيد او القطر السريع. الرابع حاجه بقى سيادتك اتكلمت عنها هي المونوريل. المونوريل كمان خط سكه حديد، وبنسميه مونو ريل بمعنى قطار احادي السكه، يعني بيمشي على سكه واحده بدلا من اثنين زي القطار العادي، وبيشتغل ايضا بالكهرباء صديق للبيئه، خطين.
الخط الاول من مدينه نصر محطه يوسف عباس الى العاصمه الاداريه، وبيمر كمان بمدينه القاهره الجديده. الخط الثاني من المهندسين شارع وادي النيل الى اكتوبر، بيمر طبعا بالدائري ومحور 26 يوليو لغايه اكتوبر. بس ومدينة. مفيش محطه ربط ما بينه؟ لا، خط شرق النيل اللي هو مدينه نصر العاصمه، غرب النيل اللي هو المهندسين الى اكتوبر. بالنسبه لربط ما بينهم، خلينا اوضح لسيادتك وللساده المشاهدين، المونوريل بتاع اكتوبر ده في محطه هيلتقي فيها مع القطر السريع اللي شغال من اكتوبر لاسوان وابو سمبل، وفي كمان في نفس المحطه هيلتقي خط سريع اللي هو من العين السخنه الى اكتوبر، الى في النهايه العلمين ووادي النطرون، وفي النهايه مرسى مطروح. يعني فعلا في تكامل بين هذه الوسائل، وده الجديد اللي عايزين نقوله. هذه الوسائل طبعا يعني من اتخططت وبدات تنفيذها قبل الانتقال الى العاصمه الاداريه او العلمين الجديده، قبل الافتتاح الرسمي لهذه المدن الذكيه او ما تسمى مدن الجيل الرابع. يعني الدوله خططت وبدات تنفذ فعلا، وفي بعض الوسائل جاهزه للافتتاح. الكلام ده طبعا يعتبر اتعمل قبل افتتاح هذه المدن الجديده علشان التنميه ان شاء الله تكون فيها بشكل ومعدلات اسرع من الوسائل التقليديه او المدن التقليديه اللي فاتت. طيب دكتور، يعني حضرتك اتكلمت على امثله كتير جدا من تطوير شبكه النقل، والحقيقه انه الطرق والكباري والنقل هم قطاعين بيكملوا بعض زي ما حضرتك اتكلمت، حتى يعني كل القطاعات الحقيقه ان كان اسكان وزي ما حضرتك تحدثت وطرق ونقل وما الى ذلك. بس انا يعني عايز اسال حضرتك على نغمه كده كانت موجوده، وهو احنا بنعمل ايه بكل المشروعات دي؟ بنعمل ايه بكل الكباري دي؟ ليه كل الطرق اللي احنا بنعملها دي؟ ما احنا ممكن يعني ما كناش متضررين للدرجه دي. فانا عايز اعرف من حضرتك بالظبط، في نغمه كده سايده وكل شويه بتطلع وبتختفي تاني. عايزه حضرتك بشكل مبسط جدا نوصل للناس ونفهمهم ايه اهميه هذه الشبكه، شبكه الطرق. اكيد طبعا انا سمعت هذه النغمه وسمعت اراء كتير جدا جدا على حجم الانفاق المبالغ فيه من وجهه نظر البعض في هذا القطاع. خلينا اوضح ان خط السكه الحديد او محور من محاور هذه الطرق هو وسيله انتقال من مدينه لمدينه بالفعل، ولكنه ايضا هو محور تنميه، شريان حياة لربط المدن مع بعضها، لتسهيل حياة المواطنين، لإنشاء مجتمعات عمرانية ومجتمعات زراعية وصناعية على هذا المحور. يعني مثلا على سبيل المثال مشروع المليون فدان أو مشروع مستقبل مصر بالضبع، 500 كيلومتر على امتداد محور الضبع مثلا على سبيل المثال، أحد المشروعات اللي بنسميها مستقبل مصر، مشروع زراعي ضخم جدا جدا، عندنا أمل كبير فيه إنه بالفعل هيحقق اكتفاء ذاتي من الأغذية لمصر. لا يمكن إقامة هذا المشروع بدون إقامة محور الضبع على سبيل المثال. لا يمكن أبدا هنجذب مستثمر بدون ما يكون عندنا شبكة نقل جيدة وقوية. على سبيل المثال محافظة شمال وجنوب سيناء اللي قعدوا يعني نعتبر محافظات نائية لمدة طويلة من الزمن، وكان وسيلة الربط الوحيدة بينهم وبين محافظات القناة إسماعيلية والسويس وبورسعيد فقط، هو نفق أحمد حمدي القديم وكان الضعيف، وكان في تكدس مريب كتير طويل نفق جدا، نفق ضعيف جدا يا فندم، حارة واحدة في كل اتجاه، بالإضافة طبعا الكوبري المعلق اللي هو في الأنطرة. قعدنا على كده أكتر من 30 سنة. طبعا المواصلات بيننا وبين سيناء كانت صعبة زي ما سيادتك تفضلتي وبتقولي، إن فعلا كان في تكدس رهيب، وكان زمن الانتقال في هذا النفق بيتعدي اكتر من ساعه. زمن الانتظار، العبور، انتظار الشاب هو العبور كله 10 دقايق الحقيقه، بس الانتظار اكتر من ساعه نتيجه ان فعلا ايه النفق مخنوق، هي حر واحد النهارده اصبح الكفاءه بتاعته كمان في احتياج لرفع كفائتها، ما كانش ينفع ان انت ترفع كفاءته في حين عدم وجود بديل. خلينا اقول لك على المفاجاه دلوقتي، ان بالفعل اصبح في 5 انفاق بديله، صحيح 2 في بورسعيد و2 في الاسماعيليه، والخامس احمد حمدي 2 في السويس بجوار احمد حمدي القائم. ده بخلاف الكباري العائمه، بخلاف الكباري العائمه يعني، وبخلاف في 5 اللي هو التقليدي الانفاق التقليديه. كمان بدا تطوير نفق احمد حمدي القديم لسه بدا قريب حديثا، يعني النفق القائم بتاع زمان ده بيتم تطويره وهيتحول لاتجاه واحد، وهيكون الاتجاه الثاني هو نفق احمد حمدي 2 اللي جنبه.
فالنهارده احنا بنربط سينا بالوادي والدلتا ومحافظات القناه. اصبح زمن الانتقال بين الضفه الشرقيه والغربيه لا يتعدى 15 دقيقه. فحاجه زي كده يعتبر ايه؟ عامل جذب لاي مستثمر عاوز يشتغل في سينا، سهل عليه يجيب الخامات والعماله من غرب القناه الى شرق القناه، وسهل عليه كمان بالاضافه الى ذلك الى ربط هذه الطرق والانفاق بالمواني والمطارات. صحيح. فبالتالي بيضمن حركه التصدير بالنسبه للمنتج بتاعه، واذا كان محتاج استيراد للخامات او ما شابه ذلك فده شيء بالنسبه له اصبح سهل، لان هذه الشبكه اصبحت مرتبطه تماما بالمواني وبالمطارات لتسهيل هذه الحركه. اخر نقطه عاوز اقولها برضو للساده المشاهدين، الناس اللي هم مش مهندسين او مش مقدرين حجم هذا العمل، خلينا نشوف معدلات الحوادث كانت فين في سنه 2017. صحيح. على سبيل المثال، وكنا من اكثر الدول في معدلات الحوادث والضحايا من الوفيات او من المصابين. النهارده مصر بفضل هذه الشبكه القوميه اللي تم رفع كفائتها وزيادتها بالشكل اللي اتكلمنا عنه ده، اصبح معدلات الحوادث والضحايا والمصابين اقل من 50% مما كان عليه في 2017. فده طبعا اكيد رفع كفاءه الطرق واستحداث وسائل نقل جديده، وسائل النقل الجماعي الجديده الصديقه للبيئه كمان. اولا هتقلل من معدلات الحوادث، لان وسائل النقل بالسكه الحديد اقل في الحوادث. صحيح. بالاضافه الى تقليل زمن الانتقال بين المدن للشخص للركاب وللبضائع. خلينا اقف عند حته البضائع دي، لان نقل البضائع احيانا بيكون اهم من نقل الركاب في ايه؟ تكلفه اي سلعه او اي شيء بيتباع بيدخل في تكلفته او في ثمنه تكلفه النقل. فلو وفرت وسيله نقل جيده سريعه ورخيصه على اللونج رن، طبعا اكيد ثمن السلعه دي خلينا نقول يمكن التحكم فيه ويمكن السيطره على الاسعار اللي عماله تزيد. ده بخلاف طبعا يا دكتور، يعني هي منظومه متكامله بلا شك، يعني حضرتك بنتكلم على طريق، بنتكلم على رفع كفاءه الموانئ ايضا وربطها وقربها من المشروعات الاستثماريه، يعني لو بنتكلم على مشروع زي اللي حضرتك ذكرته مستقبل مصر، بنتكلم على ميناء اسكندريه موجود، وبنتكلم على ميناء اخر برضو اعتقد الدخيله بالقرب، دخيله في اسكندريه طبعا، الدخيله، فاعتقد في ميناءي بالقرب من هذا المشروع، هو ده يمكن الفلسفه اللي بيتم من خلالها التخطيط لاي مشروع موجود. لكن عاوزين هنا، لان احنا للاسف برضو يعني شعب بينسى شويه، يعني او احيانا الاحساس بالنعمه بيخلينا ننسى ما كنا فيه في الماضي، زي ما حضرتك قلت يمكن الحوادث، بالظبط الحوادث دي اكبر، نرجع يعني لهذه المعدلات ونشوف بالظبط. لا، وكلها حصل حادثه يعني قبل ما قبل توسعه مثلا الطريق الدائري، لو كانت حصلت حادثه واحده على الطريق الدائري كان بيحصل شلل، كنا ممكن نقعد بالثلاث او الست ساعات احيانا، والله كان بيحصل ده واحنا يعني وانا في اكتوبر اتجاه الذهاب، لو حصل حادثه كنا ممكن ندور على بدائل او نقعد بقى خلاص اليوم طبعا. النهارده في توسعه ما شاء الله، يعني تقريبا ضعف ما كان عليه الامر في السابق. لكن لافت ايضا للانظار دلوقتي فكره منظومه النقل الذكي، يمكن احنا النهارده بنشوف كاميرات موجوده في كل تقريبا 200 او 500 متر في الطرق، خاصه داخل القاهره الكبرى، ويمكن احيانا المواطن بيتساءل ايه الكاميرات دي؟ هل هي رادار او هي ايه؟ فعاوزين برضو نبسط المعلومه دي، وايه هو النقل الذكي اللي موجود يعني. طيب، هو هناك ايضا منظومه نقل جماعي بمناسبه الطريق الدائري وتوسعته، جاري تنفيذها حاليا في منتصف الطريق الدائري ما تسمى بالاتوبيس الترددي او البي ار تي. ده طوله 107 كيلو وله عدد من المحطات بتمثل كل المناطق بتاعه الدائري. الكاميرات اللي سيادتك اتكلمت عنها هي كاميرات ذكيه بهدف مراقبه الطريق وتسجيل كل ما يحدث فيه، تمهيدا للانتقال الى ما يسمى منظومه النقل الذكي. هذه الكاميرات بتنقل الاحداث وبتنقل كل تفاصيل الطريق الى غرفه تحكم العمليات مركزيه. هذه الغرفه من الممكن التحكم في الطريق، اعطاء السائق تعليمات على سبيل المثال بتخفيض السرعه، اعطاء السائق توجيهات على سبيل المثال ان في منطقه حوادث قدامه، يعني إن من خلال القمر الصناعي مثلا طيبه واحده غير بيبقى معروف مكان انا فين، فانا في الاتجاه الطريق ده، فبيجي لي زي معلومات او نوتيفيكيشن كده يقول لي هدي السرعه في حادثه بعد كذا لا قدر الله، يغير الاتجاه. كل ده على الموبايل، وهيجي لك على اشارات ضوئيه موجوده على الطريق، وحاليا موجوده الاشارات دي، بيحدد لك السرعه بتزيد وبتقل فين، بيحدد لك الحاله الجويه بالنسبه للطريق قدامك، اذا كان في اختناق، اذا كان في مسارات بديله، وبعد كده كمان هيكون لو في مخالفه هتتصور،
بعد كده هيكون كمان البوابات بتاعه تحصيل الرسوم دي هتكون بشكل اوتوماتيك، مجرد ما تعدي بالعربيه بتعمل سكان وبالتالي بيتخصم من المحفظه بتاعتك رسوم الطريق بدل ما توقف، وبتشكل هذه النقط. التكدسات دلوقتي اللي بقى موجود احيانا على محور تحيا مصر بالظبط، فده كده ما فيش، ده انا بحل المشكله دي. محطات الرسوم النهارده بتعطل، الراكب بيقف فيها دقيقتين ثلاثه، النهارده لا مش هتقف، انت مجرد ما بتعدي كده بيتخصم من محفظتك المبلغ اللي هو مطلوب للرسوم، زي دبي زي ما موجود الكلام ده في الامارات. صحيح. انت مجرد ما بتعدي بتعمل سكان على بالعربيه بتاعتك بيتخصم من محفظتك. فده تمهيدا للانتقال بشكل كامل الى منظومه النقل الذكي، اللي هي ان شاء الله هتمثل في حوالي 7 طرق في المرحله الاولى. القاهره الكبرى اعتقد في البدايه. كل الطرق الرئيسيه في القاهره الكبرى، يعني اولها الدائره طبعا، وطبعا شبرا بنها الحر ومصر اسكندريه ومصر الاسماعيليه ومصر السويس والقطاميه العين السخنه، في 7 طرق داخلين في هذه المنظومه اكثر من 1100 كيلو. ان شاء الله بفضل الله هتبدا ان شاء الله. طيب دكتور صحح لي المعلومه دي. العمل على بناء شبكه طرق جديده بيقال ان هو اسهل من التعامل او تطوير شبكه الطرق بالفعل اللي كانت موجوده وتهلكت. على سبيل المثال الدائري. الدائري دلوقتي في اعمال تطوير وان هو يتوسع ل7-8 حارات بتكلفه كبيره جدا 8 مليار. المعلومه دي سليمه يا فندم ولا لا؟ يعني انهي اسهل؟ ان انا اشتغل على شبكه طرق كانت موجوده ومتهالكه، وبالمناسبه كنا بنسمع انه في دايما بنفكر ان احنا نقوم بتجديدها او نقوم نشوف ممكن نعمل ايه عشان التكدس المروري الصعب والخانق اللي كان موجود في وقت من الاوقات. تمام. واللي اعتقد كل الناس متابعه ان هو بالفعل الوضع اختلف الى حد كبير. انهي اسهل؟ وعايز اعرف من حضرتك زي مثلا فكره تاهيل الطرق القديمه او شبكه الطرق القديمه ده اهميته ايه؟ وقد ايه الدوله قدرت تشتغل على هذا الملف تحديدا؟ هي هو سؤال مهم جدا ويهم الساده المشاهدين كمان نوضحه. هو الحقيقه تاهيل الطرق القائمه مهم ومطلوب، بالاضافه الى انشاء الطرق الجديده. ما اقدرش اهمل بنيه اساسيه اتكلفت مليارات واسيبها واقول ان انا هنشئ طرق جديده وده اسهل. في الطرق وفي الحاجات دي اللي بتتكلف مبالغ كبيره مفيش حاجه سهله وصعبه، سواء سهل او صعب احنا هنعمله. احنا اللي يهمنا في النهايه ايه؟ التكلفه اللي احنا هنعملها دي، هل التكلفه دي مجديه ولا غير مجديه؟ توسعه الدائره كانت لازم وكده يعتبر وصل لاقصى اتساع ليه. فاضل بس ايه؟ في طرق خدمه هتتعمل اسفل الطريق في المنسوب الواطي بتاع المباني المجاوره. ولكن انشاء الطرق الجديده بالاضافه الى تطوير القائم هو ده المنهج اللي احنا كلنا ماشيين عليه. في بعض الطرق على سبيل المثال طريق مصر اسكندريه الزراعي. ده اللي كان طبعا فيه اختناقات رهيبه قبل انشاء طريق شبرا بنها الحر اللي اصبح بديل ليه. وصلنا لاقصى اتساع للطريق الزراعي. فخلاص اقصى اتساع سيبناه ورحنا النهارده عملنا بديل اخر. لما عملنا بديل اخر سريع جذب المواطنين لاستخدامه حتى لو كان برسوم. فاصبح الطريق الزراعي القديم النهارده اللي كان واقف خالص اصبح كويس. ده مؤهل وده مؤهل بالظبط. فاحنا دايما محتاجين الاثنين، محتاجين تاهيل ورفع كفاءه للقديم ومحتاجين انشاء محاور جديده. طب دكتور يعني سريعا كده عشان ما ينفعش ان احنا نتكلم على الدائري والتوسعه التي تحدث في الدائري سواء كان شرق النيل او غرب النيل، وما نتكلمش على طريق زي المحور برضه عشان برضه الساده المشاهدين. المحور احنا بنشوف عليه توسعه. طبعا. ايه التوسعه اللي بتحصل فيه؟ طبعا المحور النهارده دلوقتي هيتحول، يعني النهارده هو التوسعه اللي تحصل فيه هتخليه ضعف السعه المروريه الموجوده، يعني السعه بتاعته او اقصى كثافه ممكن يشيلها المحور ده النهارده هتبقى الضعف علشان تتناسب مع احجام المرور اللي رايحه مدينه اكتوبر. والنهارده اصبح في اكتوبر الجديده وحدائق اكتوبر 3 مدن النهارده. صحيح. في توسعات موجوده في المنطقه دي بشكل كبير. فطبعا النهارده تاهيل المحور بالشكل ده لاستيعاب الكثافات المتوقعه في خلال 15 سنه قادمه ان شاء الله، يعني مش هنشوف الاختناقات دي لمده 15 سنه وده يعتبر كويس، يعني وصلنا كده لاتساع جيد جدا. ممكن بعد الفتره الزمنيه دي نفكر بقى في بدائل، نفكر في توسعه اخرى لو كان ممكن، وده كله طبعا ممكن بس وقتها بنفكر. اعتقد حسب يعني الايديولوجيه الموجوده دلوقتي مش هنستنى 15 سنه عشان نفكر. صحيح. اعتقد ان التفكير هيكون موجود من دلوقتي. كل الطرق اللي بتتعمل وكل المشروعات اللي بتتعمل على سنه هدف مستقبليه، سنه يعني الهدف يعني باختصار نقدر نقول اللي احنا اذا يعني هنا دي اهميه التخطيط ومصر بتفكر
للمستقبل، بتصنع يعني نهضة حقيقية للأجيال القادمة أيضا ليست الحاضرة فقط. الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك. شادية نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. مشاهدينا في اول حلقه كنا بنتكلم مع حضراتكم على حجم التطوير وحجم الاهتمام بقطاع الزراعه. قطاع الزراعه زي ما قلنا لحضراتكم من اكتر القطاعات اللي كان ليها نصيب كبير جدا من المشروعات التنمويه في مصر خلال 9 سنين اللي فاتوا. ملف الزراعه واحد من الملفات المهمه اللي كان حريص وبيشرف على تنفيذه وتطويره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من بدايه تولي الحكم ده، نظرا لحيويه هذا الملف وهذا القطاع ده. يعني عندنا اسئله كتير كده وعندنا يمكن توضيحات كتير حابين نشاركها مع حضراتكم. ازاي كان ملف الزراعه من 8 سنين بقينا ايه دلوقتي؟ لان دي نقطه مهمه جدا، نعرف كنا فين وبقينا فين وايه اللي احنا لسه محتاجين كمان نوصل له في الايام والسنين اللي جايه. كل الاسئله دي هيجاوبنا عليها بالتفصيل دكتور محمد علي فهيم، استاذ الزراعه ومستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي وايضا رئيس مركز تغير المناخ. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ احمد، صباح الخير على كل المصريين. اهلا بيك يا فندم. خلينا نقول اهتمام كبير جدا، واهتمام بس يعني مش بس بالكلام، لكن احنا شايفين فعلا يمكن جهود على ارض الواقع، ابتدينا كمان نجني الثمار. مشروعات كبيره جدا على سبيل المثال الدلتا الجديده واضافه 2 مليون فدان، يتخطى كمان ال 2 مليون فدان وما يتبقى من مشروعات اخرى ليس فقط استصلاح اراضي. عايز اعرف من حضرتك كيف تغير اهتمام الدوله بملف الزراعه تحديدا؟ كانت ايه المعوقات اللي موجوده ودلوقتي ايه اللي احنا بنشتغل ان احنا نحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا مره اخرى، شكرا للتلفزيون المصري اللي دائما وابدا بيكون في وسط الحدث. واظن حدث زي حضرتك ما قلتي بالظبط، قطاع الزراعه شهد تغيير واضح، كنا فين وبقينا فين. قطاع الزراعه اصبح الان جزء لا يتجزأ من الامن القومي للبلاد. لقينا ان الامن الغذائي اصبح كل الدول بتتعامل مع ملف الامن الغذائي خلال هذه الفتره انه جزء كبير من الامن القومي لهذه البلاد. مصر تنبهت لهذا الامر بدري شويه، يعني الحمد لله احنا ما استنيناش لما يحصل الازمات اللي بتحصل، ازمه وراء ازمه، كورونا ثم الازمه السياسيه الكبيره في اوروبا الى اخره، احنا ما استنيناش. كان جهود مصر كانت بدري شويه، كان في يعني رؤيه، ولاول مره الدوله المصريه تضع هذا الملف في مكانه الصحيح، ملف الامن الغذائي اللي في الوسط منه قطاع الزراعه. فاصبح لا يمر اسبوع الان، لا ايام معدوده، الا وكل المصريين والعالم كله بيرى فخامة الرئيس بكل هيئات الدولة في مكان ما على أرض الوطن، يفتتح مشروع ويسيبه يرجع وراه مئات الألاف من الأفدنة مزروعة. لما راح توشكا ثم مستقبل مصر ثم السادات المجمع الحيواني الكبير، يروح يفتح المشروع ويرجع يسيب لمصر ولشعب مصر مئات الألاف من الأفدنة مزروعة بالخير. صحيح. وكل فدان بيتزرع في مصر ده مش بيتزرع عشان نجمع منه أو نحسب منه الآن، ده رصيد للاجيال الجايه، لان الفدان اللي بتزرع بيتزرع. عشان كده بقول مساحه مصر كامل مزروعه، مساحه مصر تقترب ل 10 مليون فدان، اللي كانت 4 و5 و6 في فترات مش بعيده. فكانت في 6 مليون اصلا كانت مساحه الرقعه الزراعيه في مصر، احنا عندنا حلم الوصول لاكثر من 10 مليون. بص يا فندم، حضرتك بص كده لخريطه التوسع الافقي في مصر من توشكا في اقصى جنوب مصر على حدود مصر حتى الدلتا الجديده يعتبر في اقصى شمال مصر. مصر لا، الدوله الان لا تترك متر يمكن تنميته واستزراعه واستصلاحه الا بتزرعه، مع الوضع في الاعتبار ان زراعه الصحراء زراعه في الصخر، لان الاخر هي صحراء صخر. فزراعه الصحراء صعبه، مكلفه ومسؤولياتها كبيره. انا في الاراضي الوادي والدلتا القديمه لو اهملنا يوم ولا حاجه للزرع ممكن ما يحصلش مشكله، هناك ما فيش الكلام ده، هناك الانتباه كل دقيقه. فاذا زراعه الصحراء واستصلاح الاراضي موضوع كبير، مسؤوليات كبيره وتكلفه كبيره. طب الدوله بتلجا ليه؟ زي ما قلت لحضرتك ان الدوله بتحافظ على ملف اسمه الامن الغذائي. انا هقول حاجه بسيطه جدا لاي خبير حتى لو كانت خبرته قليله، بالورق والقلم لو جينا نحسب موارد مصر الزراعيه ارض وميه وحجم الاستهلاك المطلوب كنا هنبقى في حته مش في حته الان مش جيده، هيبقى في مكان
بعيد تماما عن الواقع عن الارض الواقع، هيبقى في مشكله كبيره جدا في امدادات السوق المحلي، في فجوة. السلع فجوه كبيره، مش في السلع اللي فيها فجوه بسبب ظروف مصر الزراعيه ونقص الموارد، لا ممكن حضرتك تنزل السوق ما تلاقيش طماطم، تلاقيش بطاطس، السلع الاساسيه على المائده المصري او الاتيه تلاقيها باسعار تفوق مرتفع. تفوق مقدره المستوى المتوسط، متوسط الدخل كمان مش فالحمد لله كل السلع متوفره، ويمكن لان الدوله زي ما قلت لحضرتك حطت هذا القطاع في مكانه، ففخامه الرئيس خلاه اولويه اولى. يعني زمان كنا نسمع الزراعه حتى على مستوى كليه الزراعه، كليه الزراعه يقول لك المرحله الثالثه، لا الزراعه الان اصبحت اولويه كبيره لان اصبحت جزء من امن القومي لهذا البلد. ويمكن السبب في ده او العظم من اهميه ده تحديدا لان كلنا كنا بنشوف في الماضي فكره ان الدول المصدره بتقدر اللي هي تضغط على الدول المستورده علشان خاطر تنفذ سياساتها الدوليه، وهنا ده اللي عظم من اهميه ملف الزراعه وخلاه يندرج كجزء اساسي لا يتجزا من الامن القومي تحديدا. ولو هنتذكر حضرتك ضربت مثل كده بالبطاطس مثلا وارتفاعها، لا كان في عندنا في وقت من الاوقات مشكله لو نفتكر كلنا كان نقص في البطاطس وارتفاع الاسعار في 2018 بسبب عدم وجود التقاوي. النهارده اصبح عندنا تقاوي معتمده ذات انتاجيه كبيره. عاوزين برضو نتكلم على الجزئيه دي، ويمكن المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي يعني مش فاهم او مش واصل له مصطلح يعني ايه تقاوي معتمده. قبل ما اتكلم على التقاوي المعتمده حضرتك قلت مثل رائع ان سلعه زي القمح، القمح ده سلعه زراعيه غذائيه، ايه علاقتها بالسياسه؟ لكن الدول تستخدم، الدول المنتجه تستخدم احيانا سلاح السلع كسلاح سياسي. صحيح. تضغط بيه كما تشاء على الدول. مش في حروب خلاص باسلحه ومعدات ثقيله دلوقتي، بقينا حرب الكترونيه او حرب غذاء، وفي ازمه اوكرانيا العالم كله شاف دلوقتي ان في ازمه كبيره. طب انت المانيا او الولايات المتحده او دول اوروبا المتقدمه عندكم تضخم وبدء، يبقى في مشكله كبيره جدا على المستوى على في خصوص بخصوص الملف الاقتصادي جوه الدول. طب انتوا دول منتجه عندكم المطر 3000 ملي في السنه، انا ما عنديش مطر، انا بزرع في مصر على فقط على مياه النيل وبموارد محدوده جدا. عشان كده الناس يقول لك هو ليه في فجوه في القمح، برضو النقطه ديت لازم الناس يعرفوها، ليه فجوه القمح الذره الصفراء؟ لان انا بزرع في 10 مليون من 240 مليون مساحه مصر الاجماليه. انا لو عندي 300 ملي 400 ملي مطر فقط هعمل اكتفاء ذاتي واصدر من السلع اللي فيها فجوه. صحيح. ولكن موقع مصر الجغرافي منطقه جافه، لولا النيل كنا هيبقى صحراء زي صحراء ليبيا او السعوديه لولا هذا النيل الموجود. فبالتالي نقص الموارد بيعمل لي مشكله. الدوله بقى جهودها راحت فين؟ زي ما قلت لحضرتك تمشي على محاور محدده وواضحه، انا عاوز اوسع الرقعه الزراعيه، اعمل استصلاح اراضي وازود المساحه من توشكا حتى الدلتا الجديده لغرب المنيا للمراجده لشمال وجنوب شمال وسط سيناء ان شاء الله. كل دي مشروعات احنا شفناها بس بتتميز بانتاجيه او زياده الانتاجيه الخاصه بالمحصول، وده السبب الرئيسي في فكره مركز البحوث والعمل على تطوير فكره التقاوي او البذور اللي بيتم من خلالها زرع المحاصيل. فعاوزين نعرف هنا هي دي جهود الوزاره تحديدا في ده، والتقاوي المعتمده دي اللي هي ايه يعني؟ ودي نقطه برضو مهمه، ان التقاوي اللي المزارع بيزرعها، لو سالنا اي مزارع في مصر بتزرع قمح ايه؟ يقول لك بزرع سخ 95 6 12 6 14 جيزه 171، اسماء اصناف. في عندي 20 صنف قمح تم استنباطهم وانتاجهم من خلال مركز البحوث الزراعيه التابع لوزاره الزراعه. ال 20 صنف دول بيتزرعوا في طول مصر وعرضها، بيتزرعوا في مساحه اكثر من 3.6 مليون فدان. هذه الاصناف اسمها كده اصناف قصيره العمر عاليه الانتاجيه وموفره للمياه. لو من سنوات مش كثيره كان الاصناف المزارعه للقمح كان بتقعد 180 يوم في الارض. 180 يوم 6 شهور كاملين وانتاجتها لا يتجاوز ال 10 اردب تقريبا طن ونص او طن وستة من عشرة. دلوقتي اقل صنف بيقعد 100 في الارض 150 155 يوم، وفر شهر، ساب شهر للفلاح يزرع المحصول الثاني بدري، ساب شهر ما يستهلكش ميه، ساب شهر من تكلفه ايجار الارض. اذا قصير العمر انتاجيته ضعف انتاجيه الاصناف القديمه. السنه دي الحمد لله وده على وش المصريين الكويس ان كان متوسط الانتاجيه العام 19 اردب تقريبا 2.8 طن للفدان، ودي اعلى انتاجيه على مستوى العالم بالمناسبه. ده في محصول ايه؟ القمح. القمح يعني انا بتكلم على القمح، تقول لك يا جماعه ما نزود وحده انتاجيه وحده الفدان، طب ما انا واصل ان انا اعلى انتاجيه على مستوى العالم رقم 2 او 3 واحيانا 4 على حسب السنوات في القمح. وفي الذره نفس الموضوع، وفي الرز نفس الموضوع، وفي القصب نفس الموضوع. ده كله بسبب ان في اصناف
مصريه تم استنباطها، هذه الاصناف تكلفه الدوله قد ايه؟ كتير جدا. الصنف لما يوصل للمزارع في ستوره شكار التقاوي ما يعرفش ايه اللي حصل لغايه الشكاره ما تجيله بالصنف ده بالقوه بتاعت الصنف، ما يعرفش هو جاله التقاوي وباسعار كمان مناسبه ليه مدعومة. ولكن المجهود اللي تم بالمناسبه عشان استنبط صنف واسجله بعد على الاقل 6 سنين. هل المزارع حس بست سنين؟ صعبه طبعا، ما حسش بست سنين. عشان ازرع فدان في الصحراء البنيه التحتيه اللي بتتعمل، ومن قبل البنيه التحتيه الحصر والتصنيف الاراضي واختيار المواقع. النقطه بقى دي يا فندم، فكره تصنيف الاراضي واختيار المواقع، يعني مثلا مشروع زي مشروع مستقبل مصر، هو مكانه موقعه امتداد محور رود الفرج الضبع، موقع يمكن الناس تقول ايه ده بعيد قوي. عايز اعرف من حضرتك فكره تحديد الموقع ده بيبقى بناء على ايه؟ وكمان كان في نقطه مهمه جدا، فكره ان هو تقسيم القطع ل 100 فدان دي ليه وايه اهميتها وايه اسبابها وهتفرق في ايه؟ انا تابعت الفقره اللي كانت قبل دي مباشره بتتكلم على الطرق والمحاور والبنيه التحتيه اللي تم اعاده تاهيلها لمصر. طيب انا هدي مثال واحد بس، مستقبل مصر وهو باكوره الدلتا الجديده، مستقبل مصر اتزرع فعليا 350 الف فدان. الرقم ده بسيط، يعني اللي بيسمعنا مزارع لو مزارع هيعرف الرقم ده ليه. انا كمزارع لو عندي فدان واحد ملك في البلد بمشي على الجسر افضل اعفر على الناس، انا عندي فدان ملك. لما يكون الدولة بتضيف 350 ألف فدان ملك، وبحسب توجيهات السيد الرئيس في الافتتاح هيتم إضافة 400 ألف فدان قبل نهاية العام، ووجه بإزالة كافة العقبات اللي موجودة علشان يتم أنا دخولها. أنا كمواطن مصري 350 ألف فدان دول أفرح بيهم ويكون عندي زهو إن دي رقعة زراعية تم إضافتها. يقول لك ما هو مش أنا اللي باخد الريع بتاعها، بس أنت فرق السعر بتاع المحصول اللي بينزل السوق المحلي. هي مشكله مش في الريع، مشكله زي ما حضرتك قلت توافر السلع والاسعار، وان احنا ما نبقاش محتاجين لحد. يعني الناس تفكير احيانا بيكون شويه، فعايزين نفهم الناس. والاولا 350 الف فدان دولت مش ليك لوحدك، ده اللي جايين، لان اللي اتزرع اتشال من على الدماغ اتزرع. فحضرتك كنت بتسالي تاني على موضوع الاراضي اللي في المناطق الجديده في التوسع الافقي. تخيلي لولا طريق جنوب الضبعه لا يتجاوز 300 كيلومتر ومهما كانت تكلفته قد ايه، لولا هذا الطريق ما كان مستقبل مصر وما كانت الدلتا الجديده. فالناس اللي يقول لك الطرق والمحاور يا البلد ما رجعت، لان الطرق والمحاور مش تسهيل نقل وحركه. طريق واحد ضاف لمصر 350 الف فدان، وفي طريقه للمليون فدان، يعني 10% من مساحه مصر من القدماء المصريين. انا ممكن اضيف حاجه هنا، لان مش بس 350 الف فدان، لان احنا حققنا قيمه مضافه من ال 350 الف فدان بالسلالات المستنبطه الجديده، فاصبحت بتنتج تقريبا ما يعادل انتاجيه ال 700 فدان. بالظبط كده، لما يوصل المساحه دي المليون فدان ان شاء الله. شفنا كلنا فخامه الرئيس اتكلم على انه يعني سياده الرئيس لما يجي يتكلم عاوز، احنا بنسميها كده يطوي الزمن. لما يقول له المشروع ده هياخد سنه يقول لك لا شهر، هياخد 3 سنين يقول لك لا. ضغط الجداول الزمنيه دايما عاوز يطوي الزمن. فكل واحد في مكانه لازم يطوي الزمن عشان نمشي كلنا مع بعض. لو حضرتك بس مثلا قبل ما اخش، نفسي الناس او المواطن البسيط يروح دواوين الوزاره، ديوان وزاره الزراعه. النهارده السبت اهو اجازه، المفروض اجازه من 8:30 بيبدا العمل، معالي الوزير هتلقاه دلوقتي في الوزاره لغايه الساعه 8 بالليل في يوم السبت. حتى ما فيش وقت للناس تستريح فيه. ليه؟ لان خلاص مسؤوليتك كده، طالما انت موظف في الدوله او قياده مسؤوليتك انك تمشي مع كل اللي ماشيين زي ما قلت من شويه. فكمان مره موضوع مستقبل مليون فدان دول، تخيل هينتجوا قد ايه منتجات زراعيه، محاصيل مختلفه، بطاطس وبصل، هينتجوا ما لا يقل عن 15 مليون طن. 15 مليار كيلو هينزلوا السوق او هيتصدروا جزء منهم للمواطن المصري عشان يخف على جيبه شويه. يبقى ده اضافه كبيره للمواطن البسيط، قبل ما نتكلم على اقتصاد بلد، وقبل ما نتكلم على استصلاح اراضي، وقبل ما نتكلم حتى على انجازات الدوله نفسها. نتكلم على المواطن البسيط هيستفاد ازاي. تخيلوا لولا هذه السلع اللي بتضخ في الاسواق صحيح بالورقه والقلم زي ما قلت من الاول، كان هيبقى في مشكله كبيره. فاختيار الاماكن بيخضع لحصر وتصنيف الاراضي، ان الاراضي درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه، وبالتالي ثاني حاجه بيخضع لمصادر الميه، هل في موجود ميه متوفره ولا لا، بيخضع للطرق وسهوله الطرق. بالمناسبه مستقبل مصر والدلتا الجديده كان موقع عبقري جدا، وموقع قريب من المحاور وقريب من المناطق الصناعيه وقريب من محافظات الدلتا المتخمه بالسكان، بيسحب جزء منها. عاوز حد يروح يوم حصاد البصل، تقليع البصل او البطاطس او البنجر او جمع الفراوله، ويشوف كميه
البني ادمين اللي موجودين في الارض قد ايه. ده غير كمان الطرق الحديثه كمان لجمع المحاصيل اللي احنا تابعناها الفتره اللي فاتت. بس انا عايز اعرف من حضرتك كمان سريعا ليه فكره تقسيم القطع ل 100 فدان؟ هو موضوع 100 فدان دي اولا تقسيم القطع في الريف المصري، مشروع الريف المصري 240 فدان اللي هي كيلو في كيلو. ال 100 فدان ديت لو تقسيمات تبقى تقسيمات داخليه، هو البيفوت الواحد البيفوت اللي بيلف ده بيروي ما بين 85 فدان ل 150 فدان. فعلى حسب كل بيفوت، فالبيفوت مساحته يعني هو كده. ليه علاقه بطرق الري الحديثه المستخدمه؟ لو هي راي بالرش موجود ولو زي الريف المصري، شركه الريف المصري فبتقسم القطع عشان ما نرجعش المشكله المزمنه في الوادي والدلتا، مشكله التفتت. التفتت انا مش هرجع للتفتت تاني لو ايه اللي حصل. بالعكس ده الدوله دلوقتي بتعالج مشكله التفتت في الاراضي القديمه، المشكله المزمنه. بالمناسبه قطاع الزراعه زي اي قطاع ضيعنا فيه فرص كتير قبل كده وتعطلنا فيه كتير قبل كده، والالاف الافدين الموجوده في الصحراء دي كانت امام اعين الكل في عشرات السنين اللي فاتوا، ومحدش جاله جرأه يهوب ناحيته. تشكى قبل كده لما خرجت بره الاطار رجعت تاني وبقوه. كل دي مجهودات الدوله اللي بتعملها لصالح مين؟ الالاف الافدنه والاف فرص العمل ومئات الالاف والملايين من الاطنان اللي بتنزل السوق لصالح مين؟ الناس لازم تعرف الدوله رايحه فين عشان تفهم. انا احيانا معلش يعني مش هخرج بره الاطار، يعني بحزن قوي لما القى السوشيال ميديا واحد يروح كاتب جمله بتاخد منه 30 ثانيه دقيقه يكتب جمله خلي بالكم من البطيخ مسمم والخوخ مسمم، ويدخلنا في حوارات. يا اخي ده المزارع اللي جاب لك البطيخه دي لغايه عندك قعد 500,000 دقيقه جنبها من ساعه ما كانت شتله صغيره ورعاها لغايه ما كبرت. ليه ببساطه جدا وبتلقائيه سلبيه تقعد تكتب جمل دي شهاده زور؟ وربما تكون يعني حاله يعني فرديه، وارد فعليا حاله فرديه وارد بسبب ارتفاع درجات الحراره يكون وعدم التخزين الجيد للتاجر بقى اللي هو تاجر التجزئه فادى الى فساد البطيخه دي عنده. يعني لو بنتكلم على البطيخ انا في عندي كام ثمره، اولا الاربع عروض كلهم جم مع بعض جمعوا مع بعض بسبب ان الشتاء كان طويل، فانا عندي كام؟ عندي عشرات الملايين من الثمار لا قدر الله، والثمره بياكلها اربعه خمسه لا قدر الله في مشكله زي الناس ما بتقول كده كان يبقى في مشكله كبيره في المستشفيات. طيب خلينا هنا، يعني هو كل اللي حضرتك اشرت ليه ده امر في غايه الاهميه طبعا، وبيؤكد اهميه الاراده الحقيقيه في العمل والتغيير. لكن احنا بنتكلم على مشروعات غيرت وجه مصر بشكل عام، مشروعات قدرت تحقق ثالوث التنميه سواء كانت زراعه مجمعات صناعيه ايضا وتوفير فرص العمل. عاوزين بقى نحط تحت توفير فرص العمل دي ألف خط وخط، وقول لنا ازاي قدرنا ان احنا نعظم من المشروعات الموجوده ونوفر الاف من فرص العمل للشباب. واسمح لي يا احمد كمان استكمالا لسؤالك، دعم الفلاح المصري. ده جزء مهم جدا، لان قبل ما هجاوب احنا معانا دقيقتين عشان نروح لا بس لا الفلاح المصري يعني احنا عاوزين السؤال الكومبو ده كده نجاوب عليه في دقيقتين. طيب سؤال انا وجمانة، دعم الفلاح المصري واجب على كل مصري مش على وزاره الزراعه ولا على الدوله فقط. هذا المزارع ان انا مزارع مصري عارف ده جزء من حضاره البلد وتراث البلد في شكله وهيئته وكلامه ولهجته، ده محتاج دعم من الجميع. وعشان كده الدوله مشروعات البتيل ومشروعات مراكز تجميع الالبان، موضوع الاسمده ما حدش سمع ان فيها شكاوى الحمد لله. الدوله على قد ما بتقدر متمثله في وزاره الزراعه بتقوم بدعم المزارع على قد ما تقدر. في طبعا مشاكل، ما زال في مشاكل لان انا ما يعني القطاع الزراعه ما كانش قطاع في فرنسا قبل كده، كان في مشاكل وما زالت المشاكل موجوده ولكن الدوله تعمل على حلها. مشروعات اللي كل مشروع بيتم اضافته، مشروع البتيلو مستوعب حتى الان تقريبا 41,000 مستفيد باسرهم، وده مشروع في 2017 كان صفر. 2017 كان صفر. هذا العدد الكبير دخلنا في حوالي نص مليون راس من الانتاج الحيواني في مشروع البتيلو، مشروعات صحيح. تجميع مراكز تجميع الالبان، مشروعات الاستصلاح زي ما بقول لحضرتك في مواسم الحصاد في مناطق الواد الدلتا الجديده ومستقبل مصر وكل مناطق بتلاقي جزء كبير جدا من شباب المحافظات المتخمه اللي هي مكدسه بالسكان بيروح يشتغل في فرص، اما فرص مؤقته موسميه او فرص مستدامه. انا بتكلم على عشرات الالاف ما بتكلمش على مئات ولا ودول لولا وجود هذه المشروعات ما كانش هيبقى في فرص عمل ليهم، غير ان في حاجه مهمه بسرعه صحيح.
ان الشاب الصغير اللي بيجي من الدلتا يروح يشتغل بيشوف اساليب زراعيه ما شافهاش قبل كده، خبره والخبره. هو فكره ما بقاش فكره يعني برضو هنا، علشان الشاب اللي جاي من الدلتا عشان يروح يشتغل في مشروع حتى لو بعيد عنه، من هنا جت كمان اهميه اللي احنا نعمل مجمعات سواء كانت صناعيه ومجمعات سكنيه. فكره التكامل في اي مشروع بيتم على ارض الواقع في مصر في الجمهوريه الجديده، علشان كده دايما كل حاجه بتتعمل وفقا للتخطيط. دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا التاسعه صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع ليندا، اتفضلي يا ليندا. شكرا جمانه. التاسعه بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تشمل الزيارة وعقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء ذلك بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أطلقت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدين فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية. وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة حريصة على إقامة هذه المهرجانات في المحافظات لإبراز المواهب الغنائية الحقيقية، كما تستهدف تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك للترويج والتعريف بالمواقع الثقافية والأثرية بمختلف ربوع مصر. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رفضه مطلب روسيا المتعلق بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر المواني الأوكرانية معتبرا إياها غير منطقي. وأكد بلينكن أن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانيها ستكون في مأمن، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لها الحق في تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر المواني الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى، ومشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يثقوا في أن القيام بأي شيء من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانب روسيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاجتماع الأول لمشروعه منتدى المجتمع السياسي الأوروبي سيعقد في جمهورية التشيك قبل نهاية العام. وأضاف الرئيس الفرنسي أن المناقشات أظهرت إجماعا واسعا حول المنتدى الذي سيستند إلى الجغرافيا والقيم، ويهدف هذا المشروع الذي اقترحه ماكرون إلى توفير منصة للحوار السياسي والتعاون للدول الأوروبية، ومن المقرر أن يضم دولا طامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شانخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور هونغ كونغ للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسي. وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونغ كونغ في فترتها السادسة، وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا. قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو. وقالت الشرطة النرويجية إن الحادث وقع في ملهى ليلي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مكان قريب من الحادث. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال زيارته للقاهرة، واللي هتتضمن مباحثات ثنائية بين الرئيسين عن العلاقات بين البلدين وأيضا سبل تعزيزها في مختلف المجالات.
أيضا التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قراءة وفية عن هذه الزيارة نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام. صباح الخير حضرتك يا دكتور، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير مصر. صباح الخير جمانة، وصباح الخير أحمد. صباح الخير يا دكتور. يعني زيارة مهمة، هي الأولى بعد 7 سنوات، وأيضا هي الثانية بعد مشاركة قطر في أعمال القمة العربية بشرم الشيخ في 2015. عايز أعرف من حضرتك دلالات هذه الزيارة وأيضا دلالة التوقيت. في الواقع جمانة أن مصر تشهد حالة من الزخم الكبير في العلاقات العربية العربية، وما نطلق عليه أولوية السياسة الدائرة العربية في السياسة الخارجية المصرية. يعني من حيث التوقيت، الزيارة جاءت بعد يومين من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وبعد أيام قليلة من القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية. وهذا بيعكس حقيقة أن مصر تعطي أهمية كبيرة لمفهوم التضامن العربي، لم الشمل العربي، تنقية الأجواء العربية من كل رواصب، لأن بالطبيعي أن التعاون العربي العربي يصب في مصلحة الشعوب العربية، كما أنه يخلق فرص كبيرة من التعاون في المجال الاقتصادي، المجال التجاري، في عديد من المجالات التي تمثل إضافة للأمن القومي العربي ولمصالح الشعوب العربية. زيارة الأمير تميم تأتي في توقيت مهم، في ظل عالم يشهد تطورات مهمة، يعني تحولات دولية مهمة، أيضا المنطقة العربية تمر بحالة من التحديات المختلفة الناتجة عن يعني ظروف داخلية في المنطقة وظروف خارجية، كلها بتعكس حقيقة أهمية هذه اللقاءات وهذا التقارب العربي وهذا التضامن العربي الذي يعني تشكله مصر وتقوده في هذه المنطقة. بمعنى آخر أن حالة الزخم هذه بتعكس دلالات مهمة. يعني زيارة أمير قطر نضعها في السياق الكل للسياسة الخارجية المصرية القائمة على أن قوة العرب هي في وحدتهم، أن قوة العرب تمثل إضافة لكل العرب، أن من المهم أن يكون هناك موقف عربي موحد ورؤية عربية موحدة للتعامل مع كل التحديات والأزمات. هذا بيزيد من قوة العرب التفاوضية على المستوى الدولي، أيضا بيخلق فرص عمل. السياسة المصرية حقيقة بتسير في هذا المنظور أو في هذه الاستراتيجية وفي ثلاث مسارات متكاملة ومتوازية. المسار الأول هو أن تنقية الأجواء العربية والتضامن العربي من شأنه أن يمثل أهمية كبيرة لحماية الأمن القومي العربي، خاصة أن منطقة مثل الشرق الأوسط وهذه المنطقة تحديدا تعرضت في العقد الماضي في معروف بالربيع العربي إلى هزات كبيرة وعواصف كثيرة، يعني أدت إلى صراعات وحروب في المنطقة العربية، في بعض الدول ما زالت موجودة، هناك أزمات، المنطقة تحولت إلى منطقة لتصدير اللاجئين والمهاجرين، إلى تصاعد خطر الإرهاب والفكر المتطرف وتداخل قوى إقليمية في المنطقة وتنافس دولي في المنطقة. كل هذا نقول أنه أوجد حالة من الفراغات والهزة في النظام الإقليمي العربي. مصر في عهد الرئيس السيسي هي سعت إلى لملمة النظام العربي، إلى التضامن العربي، وبالتالي هذا هو الدلالة الأولى في هذه الزيارة. صحيح. الزيارة الثانية والمسار الآخر في هذه الزيارة هو مسار فكرة المفهوم التنموي. مصر تقدم نموذج تنموي لتحقيق التنمية والازدهار للمنطقة وللشعوب العربية. بمعنى آخر أن قطر كدولة دولة اقتصادية مهمة، لديها موارد اقتصادية مهمة، لديها تجربة أيضا اقتصادية مهمة، ولديها استثمارات ضخمة في مصر حقيقة، وفي كل الفترات لم تتأثر العلاقات المصرية القطرية الاقتصادية، لأن ما يجمع قطر ومصر حقيقة هو أكبر بكثير مما أي خلافات أخرى، لأن هناك قواسم مشتركة، هناك أرضية عربية، هناك علاقات تاريخية، هناك يعني عوامل تدفع دائما، هناك عواصر تجمع ولا تفرق. صحيح، تجمع دائما إلى دفع العلاقات. وبالتالي هنا النموذج المصري يقوم على فكرة أن تعزيز ما يسمى العلاقات الثنائية مع الدول العربية القوية الصلبة، مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، ما نسميه دول قلب الصلب. هذا بيخلق نموذج تنموي بيقود العالم العربي من منطقة إلى يعني منطقة هلامية، منطقة صراعات وحروب، إلى منطقة مزدهرة اقتصادية. هذا الهدف يستهدف أمرين. الهدف الأول هو الارتقاء بمستوى الشعوب العربية من الشعب المصري بالطبع. يعني هدف هذه السياسة الخارجية وهذه التحركات بالطبع في القلب منها المواطن المصري، لأن وجود تنمية سيخلق فرص عمل، سيقود الاقتصاد المزيد من الازدهار. الهدف الثاني هو هدف استراتيجي يتعلق بتكفيف بيئة الإرهاب والبطالة والهجرة غير المشروعة، لأن منطقة الشرق الأوسط عندما تحول لمنطقة يتم توظيف مواردها الاقتصادية والسياسية وكل هذه الموارد البشرية والشباب، بالطبع ستحول لمنطقة جاذبة ومنطقة مزدهرة اقتصادية. المنطقة عقدها الحروب والصراعات في الفترة الماضية، وبالتالي هنا يأتي التعاون الاقتصادي المصري السعودي كما رأينا في وزارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة يعني
8 مليارات دولار، وقبلها ايضا التعاون القمه الثلاثيه المصريه البحرينيه الاردنيه، وقبلها ايضا راينا زياره رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليم المصري، صحيح، وزياره الرئيس الجزائري للقاهره في هذا بدايه هذا العام، زياره الرئيس السيسي للسعوديه ثم الامارات، كلها حقيقه القمه الرباعيه العراقيه المصريه الاردنيه، صحيح، الاماراتيه، كلها بتعكس ان هناك فلسفه للسياسه الخارجيه المصريه تقوم على فكره تكريس منهج التنميه، نعم. لان منهج التنموي هو الذي سيواجه التحديات العنف الارهاب يؤدي لتحسين. ايضا العالم العربي لديه موارد مهمه ولديه مزايا نسبيه، يعني هناك تكامل بين الاقتصاد المصري والاقتصاد القطري، يعني مصر الان بشهاده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دوله واعده اقتصاديا جاذبه للاستثمارات، هناك نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، هناك مناخ استثمار مستقبليه مستقره وما الى طبعا إيه. كل هذا بيمثل جذب الاستثمارات الاجنبيه، صحيح، وفي القلب منها الاستثمارات العربيه والخليجيه، وربما اخر هذه الاستثمارات دكتور احمد هي الاستثمارات السعوديه التي تمت بناء على مذكرات التفاهم التي حدثت اثناء زياره ولي العهد. لكن في حقيقه الامر مصر للعرب قوه والعرب لمصر قدرة. خلينا هنا نتكلم على أهمية حالة التوافق الموجودة حاليا ما بين قادة الدول العربية قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الخليجية التي سوف تعقد في 16 من الشهر المقبل بالمملكة العربية السعودية، وأيضا اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي بحضور مصر والأردن والعراق. يعني في الواقع استاذ احمد كان هذا يقودني الى المسار الثالث في تحركات السياسه الخارجيه المصريه، نعم. فكره المسار السياسي والاستراتيجي اللي هو التنسيق العربي والتشاور من خلال اليه القمم الثنائيه والثلاثيه والرباعيه التي شاهدناها في الفتره الماضيه، والتي تعكس دائما كلها فكره ان ضروره بلوره موقف عربي موحد ازاء التطورات العالميه. يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه افرزت نتائج مهمه على الصعيد الدولي، هناك الان تحولات مهمه في النظام الدولي يتجه غالبا من الاحاديه القطبيه التي كانت تسيطر عليها امريكا، صحيح، الى نظام التعدديه القطبيه غالبا الثلاثيه القطبيه امريكا روسيا الصين، وبالتالي الازمه ايضا اظهرت اهميه الشرق الاوسط كمنطقه، صحيح، في مجال امن الطاقه، يعني كما نرى امن المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج، في مجال ايضا تاثرت في مجال امن الغذاء، وبالتالي كل هذا دفع الى ضروره ان يكون هناك موقف عربي موحد واستراتيجيه موحده للتعامل مع كل هذه التغيرات والازمات والتحديات العالميه بما يعظم المصالح العربيه، صحيح، بما يقلل من الاثار السلبيه لتلك الازمات على المنطقه. كانت اول تصريحات جو بايدن اثناء توليه مقاليد الحكم في امريكا، يمكن ان اللي هو لن يتعامل مع حلفاء ترامب او ما وصفهم في ذلك الوقت بهذا المسمى تحديدا، في اشاره الى المملكه العربيه السعوديه الى مصر وغيرها، وراينا يعني اول اتصال هاتفي اثناء وقف اطلاق النار في غزه، المبادره المصريه أيدها جو بايدن وتعامل بشكل مباشر مع مصر واليوم في السعودية، لأنه يرى في العرب الملاذ الآمن لأزمة النفط تحديدا الموجود عنده. صح أستاذ أحمد، هذا كلام مهم، وزيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة في منتصف الشهر المقبل والقمة مع مجلس التعاون الإضافة للعراق والأردن ومصر بتعكس أهمية الشرق الأوسط، وتعكس ايضا يعني ربما الخطا الاستراتيجي للسياسه الامريكيه، خاصه دائما الادارات الديمقراطيه، صحيح، التي دائما تركز على قضايا يعني وتستخدمها لاغراض سياسيه، قضايا حق كل انسان وتخالف حتى مع المنطق والطبيعي، لكن دائما هناك علاقات استراتيجيه بين امريكا والمنطقه، مصر السعوديه دول الخليج، هي علاقات مهمه، ودائما الفتور هو نابع ونتيجه للسياسات الامريكيه، وبالتالي عندما ياتي الرئيس بايدن هو استداره وتحول وتراجع عن الخطا الاستراتيجي فيما يتعلق به الانسحاب من المنطقه او اولويه او تراجع اولويه المنطقه يعني التركيز في قضايا اخرى او تبني خطابات يعني هي في النهايه لا تخدم المصالح الامريكيه العربيه، وبالتالي هذا مهم. ايضا هذا الزيارات المختلفه ومنها زياره الامير التميم لمصر تاتي في سياق قوه العرب وموقفهم قبل القمه المرتقبه مع الرئيس بايدن، لان الان العالم يتشكل، العالم العربي الان اصبح لاعب مهم في المعادلات الدوليه الجديده، شئنا ام ابينا هذا بيفرض ضروره قوه موقف عربي، لان كلما كان هناك موقف عربي قوي، رؤيه موحده ومطالب محدده وبلوره تجاه القوى الكبرى وتجاه النظام الدولي، هذا بيعطي ان العرب اكثر تاثيرا في توجيه النظام الدولي بما يخدم المصالح العربيه، صحيح، لان المنطقه كانت مفعول به، الان المنطقه فعل. والدول العربيه ومصر تقود المنطقه العربيه الى فكره الفاعل المؤثر الذي هناك تنافس دولي على المنطقه، هناك امريكا تاتي للمنطقه، هناك روسيا، الصين، المنطقه لديها موارد ضخمه ولديها يعني عوامل مهمه، هذا بالطبع من شانه ان اي تنسيق عربي او تعاون عربي هو يصب في هذا الاتجاه،
وبالتالي زيارة أمير قطر لمصر تمثل إضافة للأمن القومي العربي، إضافة للعلاقات العربية العربية، وتمهد أيضا للقمة العربية المرتقبة في الجزائر في نوفمبر. بالتالي نحن الآن نقول أستاذ أحمد أستاذ جمان أننا في مرحلة تحول أو انتقال لمرحلة جديدة في المنطقة العربية. المنطقة كانت تشهد حالة من السيولة، حالة من الصراعات، الحروب، الدمار، تدخلات دولية، تفتيت المنطقة العربية، تهديد الدولة الوطنية، تصاعد الإرهاب، التطرف. هذا شكل خصما من القوى العربية وشكل وعاقة عملية التنمية والتقدم والازدهار. بكل تأكيد هي زيارة تؤسس لمرحلة بالطبع جديدة ومرحلة هامة. يعني زي ما حضرتك قلت هي زيارة مهمة جدا، فكرة التضامن العربي والقوى العربية الموحدة وما إلى ذلك. لكن لو نتكلم بلغة المصالح، كيف يمكن أن يفيد كل طرف الآخر؟ كيف يمكن أن تفيد مصر قطر؟ وكيف لقطر أن تفيد مصر؟ يعني هذه نقطة مهمة، لأن العلاقات الدولية قائمة على المصالح، والمصالح والاقتصاد هو الذي يقوي ويجد التشابك في العلاقات بين الدول. يعني قطر دولة مهمة اقتصادية، ومصر دولة قوية اقتصادية، وكل منهما يمثل أهمية للآخر. يعني مصر الآن في اتجاه في مرحلة في الجمهورية الجديدة، النهضة الاقتصادية الشاملة، لديها مشروعات عملاقة قومية في محور التنمية، في العاصمة الإدارية، فرص استثمارية واعدة تمثل أهمية كبيرة للاستثمارات القطرية. يعني العالم كله بشكل عام والدول العربية والدول الأوروبية يعني تحاول التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، تحاول التغلب على تأثير الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي من هنا من خلال بناء شراكات اقتصادية مع الاقتصادات الواعدة مثل الاقتصاد المصري. يعني التقارب العربي او التوجه العربي نحو الاستثمارات في مصر مثل التوجه الاوروبي، راينا كلمه فيشجراد وغيرها من المجموعات. وبالتالي مصر تمثل اهميه كبيره لجذب الاستثمارات القطريه، وهي استثمارات مهمه حقيقه في مجال الطاقه، في مجال العقارات والاسكان، في مجال الاستثمارات، في مجال البنوك والقطاع المصرفي، في مجال التكنولوجيا. يعني مجالات متعدده يمكن ان تشكل ميزه نسبيه للبلدين. ايضا مصر مهمه لقطر، وايضا لان قطر هي دولة أيضا من ناحية الأمن القومي العربي، من ناحية أيضا التعاون الاقتصادي، من ناحية أيضا أنها توفر فرص لهذه الأموال القطرية للاستثمار في الخارج. وأعتقد أن الاستثمارات الأموال القطرية في مصر ربما يكون أكثر فعالية من الاستثمارات في مناطق أخرى في العالم، لأن صحيح. مصر دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا، ودولة يعني هناك قواسم مشتركة بين البلدين. وبالتالي بلغة المصالح اعتقد انه كما اتوقع اليوم سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقات التعاون الاقتصادي، كما حدث في زياره ولي العهد الامير محمد بن سلمان، كلها بتعكس حقيقه ان هناك ترابط عضوي بين مصر والدول العربيه، مصر وقطر، مصر والسعوديه، مصر والامارات. هذا التعاون الثنائي وهي نقطه مهمه، هو يمثل ما يسمى القاطره التي تقود المنطقه العربيه الى تعاون اقتصادي اشمل، لان مفهوم التكامل الاقتصادي الذي كنا نتحدث عنه في السابق لم يتحقق على ارض الواقع بسبب ازمات، تحديات، بسبب ان الدول العربيه كانت تعرض لانقسامات وازمات انكفأت على الداخل. وبالتالي هنا المراهنه على فكره المسمى التحالفات الثنائيه او الثلاثيه او الشراكات الصغيره او الثنائيه، مثلا الشراكه المصريه السعوديه، الشراكه المصريه الاماراتيه، الشراكه المصريه القطريه. هنا نقطه التحول من المحنه للمنحه، تحقيق يعني مهم. ما حدث يمكن لو هنتكلم على التكامل الاقتصادي اللي حضرتك أشرت ليه دكتور أحمد، ما حدث من بروتوكول وقعه دولة رئيس الوزراء في الإمارات المتحدة بتكامل اقتصادي ما بين مصر والأردن أيضا والإمارات في عدد من القطاعات الحيوية نتيجة الأزمة الحالية. لولا ما كانت الأزمة الحالية وأزمة الحبوب وغيرها من نقص سلاسل الإمداد لما كان هذا التكامل الذي يحدث اليوم. أيضا رأينا تسارع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقات خاصة بتسييل الغاز من مصر، فكل هذا يؤكد أهمية مصر. وزي ما حضرتك يعني أستخدم نفس المصطلح اللي حضرتك قلته، فكرة تحول المنطقة العربية وفي القلب منها مصر من مفعول به لفاعل. صحيح. طيب عاوزين هنا نتكلم بقى على ما سوف يتم طرحه على طاولة النقاش في القمة الثنائية المرتقبة بعد قليل مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا في اعتقادي أن القمة ستتناول عدد من الملفات المهمة، ملف سياسي، ملف اقتصادي، ملف استراتيجي. بالنسبة للملف الاقتصادي سيتم يعني تعزيز التعاون الاقتصادي المصري القطري، ويعني تطوير الاستثمارات المشتركة من خلال عدد كبير من الاتفاقات الاقتصادية والبروتوكولات التعاون التبادل التجاري وفي مجال الاستثمارات وتقديم تسهيلات للجانب القطري للاستثمارات في مصر. واعتقد ان هذا يعزز بشكل عام الامن القومي الاقتصادي العربي، وايضا في مشروعات الغذاء فيما يتعلق بامن الغذاء ومشروعات الزراعة كلها تمثل ارضية مشتركة لأرضية التوقعات. الملف السياسي الآخر هو أيضا التعاون المصري القطري، لأن قطر دولة أيضا لديها تشابكات مهمة في المنطقة في كثير من الملفات. يعني أعتقد أن هذا سينعكس إيجابا على التعاون مع ملفات مثل ليبيا، أيضا في يتعلق بغزة، عادة إعمار غزة. ونحن نعرف أن مصر لديها دور مهم
في عيادة إعمار غزة وتقديم مساعدات. هناك أيضا مساعدات قطرية للقطاع، وأعتقد أن التنسيق المصري القطري سيمثل أهمية كبيرة في تخفيف المعاناة عن أشقائنا الشعب الفلسطيني، في دعم القضية الفلسطينية، في تعزيز فرص عملية السلام في المنطقة، أيضا فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة وتصفير هذه المشكلات وهذه الأزمات، ضمن توجه عام لزيادة الدور العربي في إدارة الأزمات العربية كبديل عن الدور الخارجي والدور الإقليمي الذي كان ربما كان دورا سلبيا أدى إلى طالة أمد هذه الأزمات. صحيح. وبالتالي التعاون القطري المصري هو يمثل أهمية كبيرة، إضافة كما قلنا للأمن القومي العربي، إضافة إلى البعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد الاستراتيجي. وقطر دولة أيضا يعني لديها مهمة، يعني رناها في مثلا في الأزمة في أفغانستان كان لها دورا مهما في كثير من الملفات. كل هذا بيعكس حقيقة أن العالم يشهد مرحلة العالم العربي مرحلة مهمة، يعني تطور جديد أنا في اعتقادي سيكون له مردودات إيجابية كبيرة اقتصادية وسياسية واستراتيجية على المنطقة العربية. وهذه المنطقة حقيقة من حقها أن تكون يعني منطقة مستقرة، منطقة مزدهرة اقتصاديا، يعني لديها إمكانيات ولديها موارد، لكن للأسف عوامل كثيرة الإرهاب والعنف والتدخلات الخارجية والحروب عرقلتها وعاقت توظيف هذه الموارد. وأعتقد أنها ستكون منطقة جاذبة، هذا سيجفف بيئة الفقر، بيئة الإرهاب، بيئة الهجرة غير المشروعة. ولذلك القمة اليوم ستدشن او يعني في 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 ضمن تدشين المرحله الجديده في منطقه الشرق الاوسط، هي قمه تكامليه للقمه المصريه السعوديه للقمه الثلاثيه للقمم العربيه، والتي تعكس دائما ان مصر هي التي يقع على عاتقها عبء القاطره التي تقود العمل العربي المشترك سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاستراتيجي. واعتقد ان هذا سيكون له مردات على المواطن المصري، على الشعب المصري، لان الان مصر بعد هذه البنيه الاساسيه الضخمه وهذه القاعده الاقتصاديه الضخمه الان تنتقل لمرحله النمو الصافي من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية. والرئيس السيسي دائما حتى يعني كما رأينا في زيارة الأمير محمد بن سلمان وجه بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين السعوديين القطريين العرب، باعتبار أن العلاقات الشقيقة بين الجانبين وأن هذا سيكون له مردود يعني إيجابي على كل الدول العربية. فكرة تنحية الخلافات جانبا وتغليب المصلحة العليا للدول العربية اللي احنا بنشوفه دلوقتي هي نقطة هامة جدا، وأعتقد أن احنا نأمل أنه في المستقبل القريب هنجني ثمارها قريبا جدا، لأن احنا يمكن كنا بنأمل في هذا الموضوع من زمان جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه القراءات والتوضيحات، الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك دكتور. مشاهدينا في الحقيقة يمكن خلال اليومين اللي فاتوا احتضن متحف السويس القومي مهرجان السويس للموسيقى والغناء، المهرجان اللي ضم 6 عروض جمعت ما بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نسمة عبد العزيز ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية. على مدار 3 أيام احتضن متحف السويس القومي خلال الفترة من 24 وحتى 26 من يونيو مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذي يضم 6 عروض تجمع ما بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نسمة عبد العزيز ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية. يأتي المهرجان الذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، إيماناً بدور القوى الناعمة في بناء المجتمع وتنمية الوعي في ظل حراك فكري وفني متنوع يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير. كذلك يأتي مهرجان السويس بعد مجموعة من الفعاليات المشابهة في عدد من المواقع الأثرية بالمحافظات، فمن معبد دندرة بقنا لأبي دوس بسوهاج وصان الحجر، ليأتي مهرجان السويس يستكمل الصورة ويصل الفنون والموسيقى لمواقع لم تصل لها من قبل، ليشهد نحو 100,000 مواطن بقرى ونجوع محافظات مصر المختلفة. رايات الفن تعلو بمهرجانات تفتح آفاقاً فنية جديدة جاءت في مسار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان الجمعي، ومواكبة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء الوطن ونشر الثقافة، سعياً لإعادة تشكيل الوعي وتنمية الإدراك
وباعتبار القوى الناعمة أحد الأدوات الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع. وتسعى هذه المهرجانات أيضاً لتنمية الوعي السياحي والأثري والثقافي وإلقاء الضوء على كنوز مصر الأثرية بمختلف محافظاتها من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية، لينطلق من السويس أرض البطولة مهرجان جديد يسعى لتشكيل الوعي والربط بين الماضي والحاضر وبناء الإنسان. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم انا جمانه ماهر وكمان احمد عبد الصمد وليندا عبد اللطيف. يعني نتمنى انه كان يوم يبقى يوم لطيف على حضراتكم وان احنا نكون ضيوف خفاف على حضراتكم النهارده وكمان يوم الوزن. انا حسيت ان ليندا عبد اللطيف ويوم لطيف ان شاء الله يعني. شكرا. مشاهدينا شكرا لكم على متابعتكم معنا في صباح الخير يا مصر، نشكركم على طيب المتابعه وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر بكره في نفس الميعاد ان شاء الله من 7 ل 10 صباحا.